يسعد لي اوقاتكم من بيروت، من حيكم وما كنتوا عم بتتابعونا على شاشه الـ بي سي وقناه روتانا خليجيه. دائما برنامجنا بيجمعنا نحن وياكم لمده ساعتين ونص من الوقت، تنتين ونص بتوقيت بيروت والسعوديه. واليوم لقائنا منوع بضيوفه المبدعين بمجالاتهم. بهاللقاء رح نترافق انا وزميلي جويس. هاي جويس. هاي ساشا، كيفك؟ تمام تمام الحمد لله، كثير منيحه. قديش شخص ممكن يكون كمالي بحياته؟ قد هذا الموضوع ممكن ببعض الأحيان يأثر سلبا على حياته، خاصة لما بيصير مزعج، بيصير وسواس عنده أكثر. هالموضوع رح نتناوله أكيد مع المعالجة النفسية زينة نور. وغيرا من الفقرات المميزة خلينا نتعرف على أبرزها بهاللمحة السريعة. اليوم في ببيروت أحدث مجموعات مصممة الأزياء سناء أيوب. المفاهيم الخاطئة في الرياضة مع المدرب توني شاهين. ثورة السيلفي مع المصور الفوتوغرافي إيميل عيسى. تجميل الصدر عند الذكور موضوع اختصاصي جراحة تجميلية دكتور نادر صعب. الخبز فوائده ومساوئه مع اختصاصية التغذية نانسي حبيئة. المثالية موضوع المعالجة النفسية زينة نون. ومجلة لها ضيفة شاشتنا مع رئيسة التحرير هالة كوثراني. وغيرها من الفقرات والضيوف والتقارير العالمية، فابقوا معنا. قبل ما نبتدي ونتعرف على ضيوفنا خلينا نشوف صورة اليوم نحن وياكم على الشاشة اللي اخترناها تكون لمايكل أو للبطل مايكل شوماخر اليوم، لأنه بيصير له 100 يوم بغيبوبة بعد حادث التزلج اللي تعرض له وما زال بهالحالة، فمتمني له الشفاء العاجل. نبتدي لنتعرف أكثر على ضيوفنا وننتقل إلى عالم الموضة وضيفتنا مصممة أزياء أطلقت أول مجموعة لها، رح نتعرف عليها أكثر. واليوم ضيفتنا سناء أيوب. أهلا وسهلا فيك سناء. بونجور. شو حاسة أول مجموعة لإلك؟ بعرف قديش المصمم بيكون هيك عم بعيش إذا بدك هالأجواء كلها توتر وهيك، إنه السيدات كيف حيتقبلوا هالكولكشن، حيحبوها ولا لا؟ اكيد قبل ما بالنتيجه واكيد قبل ما اعرض الكولكشن كان في شويه توتر تشوف كيف العالم رح تتقبلها رح they will follow my style. فبس عملت الفاشن شو شفت الفيدباك قد ايه كان بوزيتيف، هذا الشيء بيعطيني فرحه كثير كبيره. حلو. خليني انبسط انه بالعكس فكر انه قدي اعطي اكثر للمستقبل. حلو. الكولكشن الجديده خاصه لربيع وصيف 2014 اكيد سنه، خبريني كم فستان اليوم رح نشوف بلقائنا؟ رح نشوف 15 فستان. منه ضمنت كثير الوان، من فوشيا للاصفر للاخضر. حلو. هي مجموعه من الالوان. رح نشوف اكيد اكثر الفاشن شو او عرض الازياء الخاص فيك خلال لقائنا لنتعرف على المجموعه الجديده معك سنة. ننتقل لعند جويس. نسمع كثير من الاشخاص وخاصه نحن السيدات بنقول انه ما بدي اعمل رياضه لانه لما بعمل رياضه بحمل اوزان كثيره، ولما بحمل اوزان كثيره هذا الشيء بيزيد من العضلات بجسمي، قد ايه هذا الشيء مضبوط؟ هل في معتقدات خاطئه بالرياضه؟ ضيفنا المدرب توني شاهين رح يفسر لنا اكثر عن الموضوع، كيفك توني؟ ماشي الحال؟ هل في معتقدات خاطئه بالرياضه؟ اليوم في كثير معتقدات خاطئه ومفاهيم خاطئه بعدها موجوده عندنا نحن بالثقافه الرياضيه بالعالم العربي، رح نجرب اليوم نوضحها قد ما فينا بوقائع علميه. كل هالتوضيحات اكيد رح تكون بخلال حلقتنا، مشاهدينا تابعونا. اليك ساشا، بما انه عم نحكي الرياضه واهميتها كمان الغذاء مهم وخاصه الخبز اللي هو الطعام الاساسي للشعوب حول العالم، واليوم بدنا نتعرف على انواع كثير من الخبز، شو مكوناتها مع اختصاصيه التغذيه نانسي حبيئه. نانسي مرحبا. هاي ساشا، كيفك؟ منيحه وانت؟ نانسي، في نوع او انواع كثير من الخبز ودائما بنحتار شو بدنا نختار الافضل وشي ما كثير ينصح من هالانواع، اليوم شو رح تفيدينا؟ رح نحكي اليوم عن الفرق بين الخبز الأسمر والأبيض، عن مجموعة الخبز اللي موجودة بالسوق، شو الفرق بيناتهم، الغني بالبروتين أو الانخالي، شو بنقي الواحد إذا كان عنده مشاكل صحية. حلو. وأكيد شو الفرق بالكالوريز بين كل وحدة، يعني نوع عن نوع بيفرق بالوحدات الحرارية. أكيد أكيد. ما بنحرقهم بالرياضة؟ بلا، بنحرقهم بالرياضة، ما في شيء ما بنحرقه بالرياضة. لأنه الخبز، الخبز كثير بنصح ودائما بنسمع هذا الشيء، بس مش مفروض نبتعد عن تناول الخبز. أكيد لا، أنا اليوم بدي أحكي إنه الخبز ما بنصح، الكميات يلي الواحد بيكلها من الخبز هي اللي بتنصح. تابعونا. تفاصيل أكثر معك رح تكون نانسي حوالي نص ساعة ببرنامجنا، رح نكون أكثر ونتعرف على هالنصائح رح تفيدينا فيها. وطبعا رح يكون لنا حصة مع التجميل وهالمرة عند الرجال بيعانوا من صدر بارز، ودائما مثل كل يوم أربع مع الاختصاص
التخصصي بالجراحة التجميلية الدكتور نادر صعب رح يفيدنا أكثر عن التدخل الجراحي وكيف ممكن نعالج هالمشكلة اللي بيعانوا منها بعض الرجال. لكن مشاهدينا على الـLBC وقناة روتانا خليجية رح نتوقف دقيقة قليلة مع الإعلان وفاصل أول بلقائنا، وبنرجع بعد البريك بننطلق ببرنامجنا ببيروت. تابعونا. عودة لمتابعة ببيروت. بس لحظة، هيدي هي الموضوع اللي بدنا نحكي عنه اليوم، سيلفي. ما شفتوها؟ روقوا. أميل كيفك؟ شو قصة السيلفي اللي هي اليوم صارعت اليوم؟ بس بدي اسمعك على الميكرو. موضة جديدة السيلفي هلا، إذا بدي بوخة كل شيء اسمه انترنت، سوشيال ميديا مع ابس وموبايل فونز، وناس كبار صغار بلبنان برات لبنان، ستارز، رجال سياسية، نسوان سياسية كمان عم يستعملوا هيدي الوسيلة تيعبروا شوي عن كل عن قيامهم وعن الاكتيفيتي تبعهم بشكل عام. ما بعرف يعني، انا ببالي حضرتك اكيد بتذكر انه انت مصور فوتوغرافي، مشان هيك انا عم بسالك هذا الموضوع. وكمان اول شيء بيجي على بالي هي صوره ألين دي جينيرس يلي صورتها بالاوسكار، وصاروا كل الاشخاص عم بيجربوا يعملوا مثلها، يتقلدوها. وهي تويتر على فوقها عملت كراش كومبليتلي، يعني من وراء ما صار في ريتويتس بهالصوره اللي كان فيها عدد من الفنانين العالميه الكثير كبير يلي جمعتهم كلهم بصوره واحده، صوره واحده مع سيلفي. اكيد رح نحكي أكثر عن السيلفي ولكن خلال حلقتنا إليك ساشا. جويس، موضوع بهم كتار لليوم اللي عم بيتابعونا، منهم بيعتبروه عابر ومنهم بيخافوا من انعكاساته، وهو ضعف الذاكرة، ورح نتعرف عليه أكثر مع ضيفنا المتخصص بعلم الأعصاب دكتور إلي عساف. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرسي لك. دكتور، عم نحكي عن السيلفي والصور، بتعرف شو ما بيصير معنا بالحياة الصورة بتبقى هي الأساس، يعني لأنه عم نحكي عن الذاكرة، يمكن مرحلة معينة شخص ممكن ينسى الناس اللي بحبهم بس صورة رح ترجع تذكرهم. هيدا هيك بس تعقيبا على اللي كنا عم نحكي. بالنسبة لضعف الذاكرة فينا نعرف أكثر عن هالحالة طبيا دكتور؟ أكيد. هلا أول شيء لازم ما يخافوا كثير الناس من النسوات من وقت لوقت، يعني ممكن تصير معهم. صح، كل الناس صايره معهم انه نسيوا مفتاح سيارتهم، نسيوا وين حطوا عويناتهم، نسوا مفاتيحهم الى اخره. اذا بتصير من وقت لوقت وخاصه عند عمر الشباب، هيدي بيكون اكثر ما هي نسوه هي لهوه، بيكون عم يفكروا بشيء ثاني، مستعجلين الى اخره. حتى لو تكررت بظرف يعني مش يومي، خلينا نقول مره بست اشهر، مره بالشهر، مره بشهرين. ولكن الضعف الذاكره يلي هو بخوف، هو عاده ضعف ذاكره بيجي عند اشخاص كبار بالعمر، يعني فوق ال 55 سنه. مع هالضعف بالذاكره بيجي معه خمول وضجر من الحياه، وخاصه شغله بينتبهوا لها العائله كرمال هيك بيجوا بيستشيروا طبيب، وهي تكرار نفس السؤال. يعني مهم كثير انه الناس يعرفوا انه اذا بيهم او امهم او خيهم عم يسالهم نفس السؤال دائما، يعني مين اجى لعنا امبارح؟ مين شو اكلنا اليوم الظهر؟ بيكون بعضه اكل من نص ساعه او من ساعه، ليه ما متغدى؟ بيقولوا له ما هلا تغديت. بينسى هالاشياء الكوتيديان، يعني الاشياء اليوميه خاصه. نسي انه جيرانه زاروه امبارح، نسي انه عنده كان عرس ابن خيه من جمعه. هالاشياء القريبه والفاميليال يلي يعني بيعيشها الانسان اليومي، وتبلش ينسيها ويسال السؤال عنها بتكرار، هون ما انت بلشنا يصير في عنا مشكله. كيف الشخص، يعني اليوم في كثير اشخاص بهالعمر مثل ما ذكرت ان كانوا متقدمين بالسن دكتور عساف ما بيعانوا من هالحاله، والبعض الاخر كمان ممكن يتعرضوا لحاله ضعف الذاكره، ممكن يوصلوا للخرف وغيره، رح نحكي اكثر بالموضوع. بس ليش هي خلل بشو؟ فوالا. هلا اذا ما نحكي بهالمواضيع ما نقول بسرعه، اكيد ليش واحد بيتذكر وليش بينسى؟ الذاكره هي عاده وقت الانسان يركز على لون، على صوره، على رقم، على وجه، على حدث معين. في شيء اسمه بيريود دو فيكساسيون، يعني اول ما يدخل هال
هالحدث او هالرقم بدماغه في مناطق بخلايا الدماغ عاده بالدماغ اليسار عند الرايت هاندد يعني يلي بيكتبوا باليمين يلي هن اغلبيه الناس هالمنطقه اسمها هايبوكامبس اريا هيدي المنطقه مسؤوله عن الفيكساسيون يعني بتخلي هالاحداث الذاكره اللون الصور الوجه يركزوا ويضلوا موجودين بهالخلايا الى انه الانسان يستخرجها ولو بعد حين يعني في يستخرجها بعد سنه سنتين ثلاثه اربعه حتى في احداث بتضلها كل حياته يعني حتى الناس يلي عم عندهم يصير مشاكل ذاكرة بيتذكروا من 50 سنة انه راحوا مشوار على فرنسا مثلا بس طبعا ما بيتذكروا التفاصيل دونك هالمراحل الثلاثة او اي مرحلة منهم تتخربط بيصير في عنا ضعف بالذاكرة هلا الاسباب تبعولها هن متعددة اغلب الاسباب عالميا حاليا هي مرض الالزهايمر يلي هو كان موجود من زمان بس ما كانوا يركزوا كتير عليه لسببين رئيسيين ما كان في شيء اسمه MRI وسكانر يعرفوا النشاف وين وصل ما في كان في بايوبسي ما كان في مواد يدرسوها يستخرجوها من الدماغ يعرفوا ان هالمواد منا نورمال ممكن تأثر على الدماغ مثل مادتين خاصة واحدة اسمها بيتا أميلويد واحدة اسمها بروتين توب وهو الاشياء علمية وأكثر أهم سبب ليش الألزهايمر أو هالنشاف أو هالضعف الذاكرة كتران هو انه الإنسان طول عمره يعني من 100 سنة كان معدل الحياة بأوروبا هي تقريبا 50 سنة أو 55 عند المرأة 45 إلى 50 عند الرجال دائما الرجال بيكون عنده أقل بينما هلأ بفضل التقنيات الحديثة اللي بتخلي الإنسان يعيش ويهرب من عدة أمراض مثلا أمراض القلب كانوا يموتوا من القلب هلأ صار في كله ستنت رسور حتى أمراض السرطان صار يصح منها الإنسان صار في علاجات وعمليات وحلول فإذا معدل حياة الإنسان بطلت 50 و55 صارت 70 و45 و80 و85 فإذا بهالعمر دراسات فرجت أنه هالمواد الأنورمال اللي هي اسمها بيتا أميلويد والبروتين تو موجودة تقريبا عند شخص من 2 يعني بمعنى آخر تقريبا إذا واحد قطع عمره 90 عنده للأسف حظ او مال شانس خلينا نقول معرض انه يعمل الزهايمر 1 على 2 يعني 50% طبعا كل ما يكون واحد عمره اقل كل هالاحتمال يكون اقل هلا بالنسبه للاسباب كمان في غير اسباب الالزهايمر دائما وقت يجي الشخص عند الحكيم او جايبينه عائلته هالحكيم مجبور قبل ما يقول له معك ضعف بالذاكره ويأكد انه معه مرض مثلا نشاف او الالزهايمر بده يبلش او احتمال يصير معه الزهايمر هو انه يعمل له صور اكيد لازم يعمل له صوره للدماغ كانت سكانر او MRI ويطلب بعض الفحوصات اهم اثنين هي الفيتامين بي 12 اذا نقص بالجسم الفيتامين بي 12 بيعمل ضعف بالذاكرة والغدة إذا كانت عم تشتغل بطريقة خاطئة كمان بتعمل ضعف بالذاكرة يعني الضعف بالذاكرة مش ضروري يكون هو ألزهايمر مش أبداً. ما قلت أو أبداً. مرض الخرف مش ضروري أبدا يكون ألزهايمر مش ضروري يؤدي لألزهايمر في سبب رئيسي كمان نسيت تقول عنه هو الديبريشن الاكتئاب أحد عوارض الاكتئاب هو ضعف الذاكرة يعني نحن مسألون للمرضى بيجوا لعنا انه مثلا انت كيف اكلك عم تاكل كتير او قليل نومك كيف ليش هالحاله الاكتئاب ممكن تسبب ضعف بالذاكره وهل بتختلف هالحاله بين رجل وامراه لا اثنيناتهم بيعملوا ضعف بالذاكره ليه لانه هالكئيب بيكون عنده عاده سبب للاكتئاب وهالسبب للاكتئاب بيكون هيدا هالسبب عم يتراكم بدماغه يعني عم بفكر فيه كل الوقت فاذا الكونسنتريشن تبعيته ما بيركز بقى على موضوع معين على شغله على درسه على جامعته على وظيفته ومن هون بيصير في عنده ضعف بالذاكره بقلك بيجي لعندك بقلك دكتور انا عم بنسى ذاكرتي ضعيفه ما عم باكل ما عم نام الى اخره هول هن عوارض اكتئاب فاذا كل ضعف ذاكره ما بيعني الزهايمر بس نحن اجباري حسب العمر ننبش على الزهايمر طب دكتور في منشطات معينه ممكن تكون لتنشيط الذاكره انتم بتنصحوا فيها كعلاج تكون للدماغ وكل هالتفاصيل للشخص اللي بيعاني من هالحاله في علاج طبي وفي علاج غير طبي العلاج غير طبي هو الاكزرسيس في مونتال يعني نحن مع تمارين للذاكره صح انه دائما الناس كبار بالعمر اللي بيقروا كثير جرايد اللي بيقروا على صوت عالي اللي بيقروا كتب المثقفين كثير هول صراحه عندهم احتمال اقل من غيرهم يعملوا نشاف ولكن اذا بين معهم ضعف بالذاكره هول بيتضايقوا اكثر من غيرهم يعني اذا شخص عند مزارع بالضيعه ما كثير بيشغل فكره مثل ما بيقولوا ما بيبين معه المرض او الحاله مباشره لانه هو مش معود كثير ينتبه على الوقت مثلا على الطريق في ناس ما بيعرفوا قد الساعه في ناس ما بيطلعوا اي نهار بالاسبوع صحيح بينما كل ما يكون انسان عنده مستوى ثقافي عالي ومثقف كل ما يلاحظ على حاله اكثر انه بين معه شيء بلش يبين معه شيء هول فاذا التمارين كثير بتفيده للناحيه الغير طبيه هلا من الناحيه الطبيه في نوعين أدوية في الأدوية اللي عادة كتير راجع بالأسواق هي على أدوية من الأعشاب
هالأدوية الأعشاب في ناس بيقتنعوا فيها في ناس ما بيقتنعوا فيها. أنا شخصياً بعطيها لبعض الأشخاص يلي مني أكيد عندهم ألزهايمر، لأنه بعد ما بين معهم حالات متقدمة بالفحص اللي بنعمله، ومنقول بدنا نجرب نعطيهم شيء، لأنه هالشخص بيجي عند الطبيب أوقات بيكون هو متطلب إنه بيظهر من عندك إذا ما أخذ دواء معين ما بيقتنع إنه صح. بده ذاكرته تتحسن. هلا بأغلب الأوقات هو الأدوية من الأعشاب ما بيمشوا، ساعتها بنصير بدنا نعطي أدوية خصوصي لمرض الألزهايمر يلي للأسف ما بتوقف تطور مرض الألزهايمر، ولكن بتخفف من عوارضه، بتخفف من مشكلة المشكلات عدم الاهتمام بحاجاته اليومية، من حمام، من أكل، من شرب، من إلى آخره، بتخليه يصير يتفاعل أكثر مع عائلته، مع يقعد يتحدث مع الناس ويسيرهم إلى آخره، وطبعا بيساعده شوي بالنسبة للذاكرة. بس بيجي وقت بعد سنة سنتين للأسف حتى هول الأدوية الغالية والطبية كلنا بنوصفها ما بقى بتعطي مفعولة، ما بتعطي فعاليتها. دكتور، كيفية الوقاية من هالحالة؟ يعني حتى لو كنا بعمر مبكر لازم يصير في تمارين للدماغ لتنشيط الذاكرة، هون شو بتفيد كل شخص يمكن عم بتبعنا؟ لأنه بالفعل في تخوف من الأشخاص اللي بتنسى، مثل ما ذكرت عطيتنا مثل بسيط، يمكن مفتاح السيارة بينسى، يمكن بعد ساعة بيتذكر شو تغدى، منصير نفكر إنه إذا هلأ عم ننسى بعدين شو؟ لا ما ضروري، يعني قلنا ما لها علاقه، بس كيف ممكن نحن ننشط هالذاكره اكثر؟ ما ضروري حتى هول الحالات اللي عم يبينوا معه، يعني هالضعف من وقت لوقت بالذاكره او النسوه بموضوع معين. في ناس بيجوا لعندي ناجحين جدا، بزنس مان وعندهم معامل والى اخره، بيقولوا لي الدكتور نحن بننسى وجه الشخص، يعني بنطلع بنقول يا عمي هيدا بعرفه بس ناسي وين شايفه، بكون شايفه من اسبوع بس ما بيتغلط بالحسابات، ما بيتغلط بالارقام، ما بيتغلط بالطلبيات. يعني منا مشكله هيدي بالمبدا، منا مشكله اذا بقيت هون. هلا وقايه ما في، نحن بنعرف انه 15% من الالزهايمر وراثي، وحتى بين على الجين، على الجينيتيك ستاديز بين وين في خلل بالجينيتيات، يعني جينيتيك بروبلم عند الاشخاص اللي موجودين الزهايمر عندهم بكثره بالعائله. وهيدا للحسن الحظ انه منه الاكثريه، الاكثريه سبوراديك كيسز بسموهم، يعني بتلاقي عائله مؤلفه من 7-8 اولاد شباب او نسوان رجال عندهم شخص واحد عنده الزهايمر، ما معناتها اولادهم رح يصير معهم الزهايمر، لانه هي دائما بيسالونا اياها، بتيجي مدام مثلا جايبه بيا بنأكد انه معه الزهايمر بالفحوصات بالتشخيص، بتصير تعتلم اذا هي ممكن تتعرض للالزهايمر. بعد ما فسر لها عن بيا، بعد ما اعطيها كل العلاجات، دكتور بدي اسالك سؤال، يعني انا رح يصير فيي هيك؟ يعني اولادي رح يصير وحقها تسال السؤال لانه في العامل الوراثي بيلعب دور. نحن هون بنطمنهم باغلب الاوقات، غير اذا كان عمه وعمه 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 وبيا او خيرات، يعني اذا لقينا مثلا خمسه في اربعه معهم الزهايمر بنقول فاذا هالجينيتيك كومبوننت، يعني هالاسباب الوراثيه كثير كبيره، فاذا في احتمال هالشخص يصير معه الزهايمر. وبنقول لها للاسف لو بده يصير معك الزهايمر ما عندنا دواء وقايه تيمنعك يصير معك الزهايمر. طب الادويه من الاعشاب المنشطه للذاكره بتفيد، بتسمعها يعني بتشوفها كمان بالاسواق بكثره انه بتفيد ولا ما لها طعمه؟ ماركتينج هي اكثر، هي بالحقيقه تجاره يعني ربح، يعني ما لها، استعمل كلمه تجاره لانه بتفيد باشياء كثيره بس منا علميا مثبته بدراسات. الادويه المثبته هن اربعه موجودين بالعالم معروفين شو هن، وهول الأربعة يستعملوا على صعيد كتير واسع من قبلنا، من قبل الحكمة النفسانية ومن قبل الحكمة الجيرياتريك اللي بيهتموا بالكبار بالعمر، وهول غاليين كتير وهن بيوقفوا بعض العوارض وبيحسنوا الذاكرة إلى حد ما لسنة سنتين فقط، ما في وقاية. هلأ في كتير دراسات عم تنعمل لطعم طعومة فاكسين، كيف بتعمل جريب لقاح، نعم لقاح، هول هيدي بعدها بمرحله متقدمه، بعدنا عم نحكي بالهامستر بالفيران بالمختبرات، ولكن اتس بروميتينج ستيب، يعني هيئته عم يبين شيء اشياء ايجابيه، لانه بين انه تيصير معه واحد الزهايمر مثلا في مواد مثل ما حكيت عنها مش طبيعية موجودة بكثرة بخلايا الدماغ أو حوالي خلايا الدماغ. والأكل كمان في دراسات أثبتت يمكن بعض المواد الموجودة بالأكل، المواد الحافظة وغيرها، بتأثر كمان على الدماغ وعمل الدماغ 100%. نعم. ما عندنا إثبات أي مواد، بس بعرف إنه الدخان والمصانع والأشياء التوكسيك اللي بنشقها فيها تأثير، السموم أكيد لها تأثير كثير كبير. دكتور إلي عساف، أهلا وسهلا فيك، شكرا على كل هالنصائح اللي فتنا فيها، وعلى أمل نرجع نشوفك كمان عن قريب لنحكي عن موضوع طبي مهم. أهلا وسهلا فيك بكل بيت، وشكرا لكم. شكرا. رح ننتقل لتقرير وخبر بيقول انه روبرت باتنسون وكيتي بيري عم بيتواعدوا سوا، في بينما كريستين ستيوارت صبغت شعرها باللون البرتقالي، في اغرب من هيك؟ خلينا نشوف التفاصيل بهالتقرير. التقرير
أفادت أخبار غير مؤكدة أن نجم سلسلة أفلام توايلايت روبرت باتنسون الحبيب السابق لكريستين ستيوارت شاركته في السلسلة الناجحة يتواعد مع كيتي باري، خصوصا أن الاثنين عازبين رسميا في الوقت الحاضر وتربط بينهما صداقة يحلل البعض أنها أكثر من ذلك بكثير. لكن في خضم هذه الأخبار تنتشر في المقلب الآخر أخبار مختلفة عن أن روبرت وكريستين يتقابلان سرا ويتحدثان معا طوال الوقت، فعلاقتهما رغم الأخطاء والأحداث التي مرت بها لا تزال صامدة بشكل أو بآخر، خصوصا أن حبا كبيرا يربطهما. من ناحية ثانية، صبغت كريستين ستيوارت شعرها باللون البرتقالي الفاقع من أجل دورها في فيلم أمريكا ألترا والذي تتشارك بطولته مع أوما ثيرمان. لكل سيدة بتحب الأكسسوار وأي سيدة ما بتحب الأكسسوار إلى موعد اليوم معنا مع المصممة نور عيتاني. بونسوار نور. بونسوار، كيفك؟ الحمد لله. نور، شو بتتميز مصمم مجوهراتك اليوم؟ بالمبدأ بساوي أسامي بالخط العربي، وهذا أنه شيء كتير بشوفه قليل بالنسبة للمجوهرات عن النساء. طب واليوم السيدة والرجل بيقدروا يلاقوا تصاميمك؟ بأشياء وأشياء، مثلا كوفلينجز في يكون موجود عند الرجال، بس إنه هي فمنن أكثر، يعني الخط العربي والكيرفز تعوله وهيك، إنه بحس أكثر للنساء. شكرا لك نور، رح نتعرف أكثر على تصاميمك بخلال حلقتنا. أما هلا متوقف مع أول فاصل، مع ثاني فاصل إعلاني، بدي ودع أكيد مشاهدي روتانا خليجية، وبدي أدعيكم تنضموا لألنا بعد هالبريك، لأنه هالحلقة أو هالنص ساعة بالوقت اللي شفتون منا إلى جزء كتير قصير وكتير صغير من الأشياء الجديدة اللي رح تكون معنا. تابعونا. صارعت الموسم اليوم هي صورة السلفي اللي بناخذها لحالنا وبننشرها عبر المواقع التواصل الاجتماعي. شو قصة هالظاهرة وكيف الناس عم تتداولها؟ كل هالأسئلة رح نطرحها على ضيفنا المصور الفوتوغرافي إيميل عيسى. إيميل نرجع منرحب فيك، أهلا وسهلا. إيميل، شو رأيك بهالظاهرة اليوم؟ حضرتك كمصور فوتوغرافي هي صار الكل مصورين. مزبوط، انفيت هي شغلة كثير حلوة إنه الواحد يكون قدر اليوم بوقتنا إنه يقدر يصور ويستعمل من أداة التكنولوجيا، خاصة من وقت ما استعملوا السمارت فونز، يعني من الهواتف الذكية. مزبوط، فإذا من وقت ما صارت هذه الشغلة صار هين إنه الشخص يصور حاله ويصور أصحابه، وبذات الوقت يفرجي للعالم كله بركي صورة مختلفة عن المعودين الناس تشوفها عنه. وبيقدر يشتغل بالصورة أكثر بالألوان، يعني أكيد. بتلاحظ حتى نوعية الصورة بتكون مرتبة تماماً، يعني مثلاً مع إنستغرام، مع أبس اليوم، مع فلترز، وحتى مع كذا وحدة فينا نعمل فريمز حلو كتير. صار الشخص اليوم هو في يصور حاله ومنه عايز بطريقة شخص تاني، أنه فإذا صار في شوية من النفسية أنه واحد عم بيطلع بحاله كتير، في حب الظهور، بس بطريقة معينة هي حلوة، أنه هي لعبة، واحد بيخدها كلعبة يعني. صح. إيميل، كمان اللي ما بيعرف أنه صورة السلفي هي من زمان كتير بلشت، يعني مش ريسنتلي، كمان ذكرنا أنه ألن أوكي، بس تمام. ألن هي اللي صلت الضوء أكثر إذا بدك على صورة السلفي، بس هي من الأساس كيف بلشت الصورة؟ هي بالإنسان إجمالا. إيه؟ الإنسان هو من وقته يعني بحب يطلع حاله، هو بصورته شوي بتدهشه يعني، بس كان يطلع حتى بالمي، من زمان كانوا رسامين يطلعوا على الريفلكشن تبعهم بالمي ويرسموا، كان نوع من السلفي ويعملوا شوية غريماس يعني هول الحركات. وبعدين مع تطور التكنولوجيا صارت صغرت الآلة لدرجة أنه صارت بالإيد وإنستانتينيوس، في العالم كله بالعالم على الكرة الأرضية فيها تشوفها.
كيف كانوا ياخذوا سيلفي قبل؟ يعني بدك تقولي كانت كثير ثقيله، كان بدها كثير تحضير، يعني بركي لنص ساعه تركيب. قد ايه هالقد كانت صعبه؟ لانه كانت المكنه التصوير الفوتوغرافيه الاله وثقيله شي 10 كيلو، وكان بدها تظبيط وما لازم يهزه، فاذا كان اوتو بورتري اذا بدك اكثر من سيلفي. سيلفي اليوم شخص بياخذ هيك كاميرا صغيره وبيتصور، قبل كان بدها تحضير. طب انت اميل كمصور فوتوغرافي عم بتشوف اكيد كل هالصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في شي محل بتحس انه هالصوره سيلفي ما لازم تنزل على هالمواقع لكل الناس تشوفها؟ لانه هي للشخص ذاته يعني. مزبوط، في صور اجمالا واحد بياخذها لحاله، يعني الشخص مش قصه انه ما يستعمل السيلفي، بس يستعملها بطريقه بركة احسن ويدرك اكثر عواقبها. يعني اوقات واحد بده شوي يعرف شو عم بيشارك الحضور واجمالا الناس، لانه واحد صورته بالاخير بتقول شوي عنه هو. حتى لو كان ممثل او ممثله او رجال سياسي، السيلفي حلوه بس كمان لها طرفين، واحد بده ينتبه لها تيعرف يستعملها مظبوط. شو سيئاتها ممكن تكون غير الايجابيات؟ الايجابيات اكيد، خلينا نبلش بالايجابيات. الايجابيات هي انه بالاول في كوتي لجي، يعني في طريقه شوي مهضومه، اقل فورمال، less formal، وبذات الوقت انه بتتكي زيتها بتطلع. بس السيئات انه اوقات واحد بيحط شيء بعنفوان او بيكون محمس، بطريقه كثير عفويه هيك ما عامل حساب، بتحس انه شيء ما ادرك عواقبها لبعدين، بيكون هو تحت الحماس او تحت الهذا. فاذا اذا كان شخص بده يضل يشوف السيئات والايجابيات تبعها. وبتعرف انه صارت العلاقه بين هالشخص وهالكاميرا وين ممكن تكون؟ حتى بالهاتف بغيره، يعني حتى بتعرف ابتعدنا عن بعض والتواصل مع بعض، هيدي هيدا فكره بتصور بتبعد كمان بعد اكثر. هيدا ببعد لانه من زمان كان بحاجه لحدا ياخذ لك الصوره بقى. هو من زمان كانوا يتعرفوا على بعض، وانت صوريني صوره او صورني صوره، يكون في مثل ايس بريكر. هلا صار حدا عايز حدا، حتى اليابانيه اخترعوا جادجت بيتركب عليه التليفون هيك، وبعدين بتصير مثل بلاستيك ارم، مثل ايد من البلاستيك، بيصور حاله بصير ماشي، وما بقى بيعمل انتراكشن، ما بقى يعمل تواصل مع الناس، مع الاخرين، مع الناس اللي حواليه. ايه، فهيدا هو من السيئات، بس بضل واحد بده يخدها على طريقه هيك مهضومه يعني. اليوم كيف تتعاطى حضرتك اميل مع السيلفي بيكس؟ يعني انا اجمالا كم صور فوتوغرافي. شو بتصور؟ بصور اذا بدي بستعمل السيلفي، بس ما بستعملها نسيسيرلي مع التليفون. يعني اوقات كثير بلعب بالضوء اكثر، بحس انه بستوديو عنا اذا قطعوا بعد شوي كم صوره بحط، يعني ميزان سين كفنان كمان، في لايك مثل انه بستعمل الضوء، بستعمل شويه اكسسوارز بطريقه تطلع بروفيشنال الصوره. في مثل ستوري، في مثل كونسبت صغير، في مثل قصه وراها، ولا بحط اسباب من مني جوا اكثر شيء، لانه كمصور فوتوغرافي دائما بنصور الاخرين، واوقات زملاء بنصور بعض، بس ما بتشوف حالك مثل ما انت على بالك اوقات تفرجي. سو فولا اوقات اذا كنت بمكان معين كثير حلو، يمكن بين الطبيعه، بعرف انه المصور الفوتوغرافي كل شيء بيلفته، مش للاشخاص، الطبيعه، وبدك تاخذ صوره سيلفي، شو بتحط غير صورتك انت؟ كيف ممكن انت تظبط تشتغل على الصوره تبين هالقد؟ هلا هو حسب، يعني بالاخر كمصور فوتوغرافي انا بستعمل السيلفي، بس مثل ما قلت لك حسب، بده يكون المحل معين انه عن جد بس بسبار اكثر شيء شخصيا. اذا كنت عم يعني النشاطات اللي انت بتحبها مزبوط، وحابب شركه مثلا، مثل هلا اخذنا سيلفي قبل شوي مع زميلتكم وانت بالانترفيو باللقاء واخذت الصوره مزبوط. فبكون ايفنتس هيك حابب الشخص يفرجي عن هيك شيء. حلو ايميل، خبرنا اكثر عنك، شو اكثر شيء بتحب تصور، وهلا شو عندك كمان اكتيفيتيز جديد او مشاريع جديده عم تشتغل عليها؟ كمصور فوتوغرافي انا اكثر شيء بركز على البورتريه، البورتريه كرييتيف بورتريتس، يعني فاشن فوتوغرافي، وكمان كوربريتس. يعني بتلاقي كثير اشخاص بدهم يسيطروا شوي على الايماج تبعهم، عندهم ذي ار كرييتيف، وبذات الوقت هن بروفيشنال، بيشتغلوا بمجالات مثلا اركيتكتشر او بالديزاين، او حتى رجال سياسيه او غيره، حابين يطلقوا صوره لهم تكون تفرجي هذا الشيء، المساج يوصل مثل ما بدهم، لا يطلع كثير كول وليد باك وهيدا، او يطلع كمان كثير ستيف وفورمال. فاذا نحن بنلاقي كونسبت ونستعمل الضوء وكذا وسيله. حلو. يعني ما بيستفزك شوي انه صار اي شخص مصور اليوم؟
بالعكس انا بلاقي انه حلو واحد يستعمل كذا وسيله، انه صارت التصوير الفوتوغرافي اليوم اكثر الناس بتحبها، صار في اكسيل لها، الناس بتشوفها وبتمارسها، صار في دخلاء كمان على المهنه. مزبوط، بس بالاخر كل واحد عنده ستيله، مش لانه مصور مش الكاميرا، هن بيقولوا لك اوقات واو كاميرتك شو بتعمل صور حلوه، هي ان فيت هي الكاميرا بس اكثر شيء كمان اللي عم بيصورها، هي عين المصور، عين المصور، احساسه، السنين اللي درس فيها او جرب فيها قصص. في ناس عندهم موهبه، وبالاخر هو السوق بيفرجي انه في ناس في طلب هيك نوع صور او لا. اكيد، فاذا بالعكس شيء ايجابي. معك حق. اميل، هلا في شيء بروجكتس جديد عم تشتغل عليهم؟ اكيد، في معرض الشخصي لإلي سولو اكزيبيشن رح يصير بسبتمبر تبع هالسنه، وكان ذات الوقت عم نصور كثير فاشن لماجازينز اديتوريال. اذا الاشخاص حابين يشوفوا شغلنا فيهم يشوفوا على تويتر اميل عيسى، يا انستغرام اميل عيسى also. So دائما في ميكينج اوف فيديوز بنصورهم مثل باك ستيج، نوع مثل قصص بنحب نعرفها اكثر، ايه شوي بيهايند ذا سينز، وشو هارو ملح يعني شو صار قبل ولا والبلا بهارو ملح مثل ما هن بهارو مثل يعني هن مثل ما هن، دائما نحن ستيلنا ناتشورال اكثر من صح. ايميل بتمنى لك كل التوفيق، انبسطنا بحضورك معنا لليوم، رح نشوف انا وياك صور السيلفيز للتيم وفريق عمل ببيروت، بما انه كلنا مهتمين ومعنيين. هيدي الصوره كانت اجواء اليوم بكره قبل ال فيري نايس، انه هي عفويه من الاوبي، ايه عفويه وبذات الوقت بي او في من فوق، هيدا فريق عمل ببيروت. حلو، بعد في صور كثيره وفضايح. ما هيدا هي هذا الفضيحه، هيدا هول بدنا نشوفهم تبع الفضيحه، لانه بتعرف ليش ما بتكون مهيئ حالك، يعني مش انه فول ميك اب مظبط خلص كيف ما بتطلع بالاخر ولا لهيك بنرجع، بس مش اي صوره ممكن او لازم تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، لازم نكون دارسينها كمان، يعني في قبل. في ناس نحن شغلتنا كمان نحن نعطي مثل كونساي كونسلتنس او مثل نصيحه فولا، بين هي وهي اياها مختار يعني. ايه ميرسي كثير لك اميل، وان شاء الله بنشوفك عن قريب موفق بالبروجكت بالمعرض الخاص فيك. ميرسي، اهلا وسهلا فيك. رح ننتقل لتقرير عن تايلور سويفت اللي كسرت رقم القياسي بالصين بجولتها الغنائيه راد، بنشوف التفاصيل بهالتقرير ومنتابع. تايلور سويفت في 30 من أيار المقبل حفلا في شنغهاي الصين، لكن سويفت حققت رقما قياسيا في البلاد، ذلك أن تذاكر حفلها وعددها 18,000 بيعت في دقيقة واحدة فقط من طرحها، وكانت النجمة كسرت العام الماضي رقما قياسيا آخر في لوس أنجلوس حين أحيت حفلها في ستيبلز سنتر. وحفل سويفت في شنغهاي هو جزء من جولتها الغنائية ريد التي ستتضمن عدة حفلات في آسيا، ومنها اليابان، الفلبين، تايلاند، اندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة، على أن تنتهي في 12 من حزيران. ورغم كم النجومية الهائلة التي تحيط بها، تسعى تايلور لأن تعيش بشكل طبيعي، وهي قالت في لقاء أخير لها مع مجلة تايم: أسعى لأتواجد قدر المستطاع في موطني ناشفيل، خصوصا أن المصورين لا يلحقونني إلى هناك بعكس ما يحصل معي في نيويورك ولوس أنجلوس. يذكر أن سويفت كانت أكثر نجوم الغناء جنيا للمال في 2013، بحيث حصدت عن نشاطاتها وحفلاتها ومبيعاتها 39 مليون دولار. $39 مليون ماشي هيك حبة صغيرة الخبز هالغذاء الرئيسي بحياة معظم الشعوب، شو منعرف عنه؟ هل هو دائما مفيد ولا في بعض الأحيان مضر؟ معلومات ونصائح من ضيفتنا خبيرة التغذية نانسي حبيقة. هاي نانسي، اليوم حضرتي لنا مجموعة من الخبز، بس خلينا أول شيء نعرف المشاهدين يعني شو منفسر شو هو الخبز.
يعني الخبز عادة العربي أو الأجنبي هو كناية عن طحين خميرة، طحين خميرة بيزيدوا له ملح، في بعض الخبز كمان بيزيدوا له بعض أنواع الحليب، في بعض الخبز كمان بيزيدوا له بعض أنواع السكر. أوكي. في خبز هلا عم بيزيدوا له الألياف، عم بيزيدوا له البروتينات، مثل ما هلا نحن جايين اليوم معنا هون كل أنواع الخبز لنعرف عنهم ونفرج المشاهدين إنه الخبز على أنواعه، يعني ما لازم الواحد يخاف منه وقت اللي بيكون عم يعمل نظام غذائي إذا بده يضعف أو بده يحافظ على وزنه. يعني الخبز عكس كل ما العالم بتفكر إنه الخبز بنصح، مش مزبوط. الخبز بنصح هو عدد كالوريات معينة بالنهار يلي الواحد بتناولها هي يلي بتنصح. أكيد في خبز هيلثي أكثر من خبز، يعني الخبز العربي الأبيض مثلاً منه هيلثي، يعني اللي عم تشوفه هون منه مثل الخبز القمحة الكاملة أو النخالة مثلاً. أكيد في فرق بيناتهم اثنيناتهم. الأبيض يعني بنصح أكثر؟ ما بنصح، عدد الكالوريات هن ذاتهم. أوكي. بينما الخبز القمحة الكاملة فيه ألياف أكثر. أوكي. يعني بيحتوي على ألياف اللي هي بتمنع الإمساك، اللي هي منيحة للأشخاص يلي عندهم كوليسترول عالي، عندهم تريجليسيريد عالي، عندهم سكري. يعني حتى بين الفرق بين التوست الابيض والتوست الاسمر ذات الشيء، وحسب شو المكونات اللي حاطينها جواتهم. يعني نحن هون عم نشوف في نوعين توست، في نوع توست باندومي وفي نوع التوست اللي هو هيك بيجي بطق مثل البيسكوت. مزبوط. اكيد التوست نحن بنعني فيه هيدا باندومي او سلايس بريد، هيدا توست محمص اكثر. محمص. ايه هيدا بيلحقوا ببعض الاحيان شويه دهون، اوقات بيكون بلا دهون، بس اكيد كل ثلاثه من هدول بيعنوا وحده اتهال. يعني أوكي. الواحد اوقات بيجيب خبزه منها بحمصها عنده بالتوستر بالبيت، بيتناول منها ثلاثه على بكره، بصير كانه عم يتناول ثلاث ابعاد كبيره او ثلاث ابعاد صغيره من الخبز العادي، بيصيروا الوحدات الحرارية هون كتير. وهون معتقدات خاطئة إنه لما الشخص يفكر إنه أنا عم حمص خبز يعني عم نقص من الكالوريات. أكيد ما بينقص الكالوريات، بيروح منه المي. مزبوط، بيروح منه المي. بتعرفي هلأ كمان أكيد نحن كأخصائيين تغذية ما بننصح بالخبز الأبيض أو التوست الأبيض، أكيد بننصح بالخبز الأسمر، لأنه يعني نحن القمح اللي هو منقام منه، يعني بنعمل له بليتشنج، نحن بنقول له منقام منه الألياف، منقام منه القشر، منقام منه كل هالمواد اللي هي فيها فيتامينات ومعادن. أكيد نحن ما بهمنا إنه واحد يتناولها، بهمنا إنه يتناول أكيد التوست الأسمر أو الخبز الأسمر. هلأ في كتير من أنواع الخبز يلي موجودة بالسوق. هلا بتشوفي اذا بتروحي على 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 فرن صرت بتشوفي في خبز غني بالبروتينات بتضيعي، في خبز للامساك ضد الامساك حاطين فيه مواد بتعمل نوع من يعني بتسهل المعده. اوكي. يعني وهيدا اللي انا اكيد ما بنصح فيه هذا الخبز صراحه. ليه؟ يعني لانه بهيدي الماده اللي حاطينها جواته لاكساتيف، كثير من الاشخاص ممكن اذا تناولوها على فتره كثير طويله انه ينضروا، يصير معهم تقرحات بالامعاء، يصير في عندهم يمكن دم بالخروج، اوقات الدم بيسود بالخروج هن ما بيشوفوه، ممكن هالشيء يسبب لهم فقر دم. يعني ما بيسوى انه بلكي الواحد اذا عامل مثلا بيتناولوا مره بالاسبوع اوكي، بس هن ما بيقعدوا فيهم يخرجوا على الحمام بدون ما يتناولوا هيدا الخبز، بصير هيدا الخبز يعني صبح وظهر وعشيه عم ياكلوا منه، لا بصير هون كثير مضر. فانا بنصح كل الاشخاص يلي مثلا بيتناولوا هالنوع الخبز ما يتناولوه. يعني احنا اللي عم نقول يلي مضاف له المواد مسهله للامعاء، مش الخبز الاسمر، لانه بتعرفي كمان انه الخبز القمح الكامل يلي فيه الياف هو كمان ممكن انه يسهل المعده وبيمنع الامساك. يعني هون لازم الواحد يطلع شو مكونات الخبز، هل مضاف له اعشاب هي بتسهل الامعاء وهي بتعد عنا بالمره. وهون بتشوفي كمان معنا الباولي مثلا، باولي ايه؟ الباولي اللي هي هالقد صغيره فيها وحدات حرارية قد هيدي الخبزة السمراء أو قد أبعد خبز صغيرة مثل هي، يعني قد أبعة أو ثلاث أرباع، ثلاث أرباع الأبعة السمراء، ثلاث أرباع الأبعة السمراء، وهن اثنيناتهم فيهم زيت الوحدات، فهي بتحتوي بين 80 وال 100 كالوري. يعني قد تفاحة هيدي الصغيرة يلي ما بتشبع، يلي الواحد ما بحس فيها، مضاف لها شوية سكر، مضاف لها شوية حليب. فأنا أكيد ما بنصح إنه واحد يتناولها كأخصائية تغذية، أكيد بنصح انه واحد يتناول خبز اسمر لان بشبع اكثر، ما بخلي الواحد يحس بالجوع بطريقه سريعه. يعني الفرق بين الخبز يلي غني بالالياف او القمحة الكامله انه هو فيه الياف زايده. هلا
في انواع خبز بالسوق موجوده اسمها خبز اسمر. مظبوط. بصراحه في انواع خبز، انا مش عم اقول عن كل المطاحن او كل بلونوها بالدبس، لانه اوفر انه يجيبوا طحين ابيض وانه يلونوه. هيدي معلومه فبقى الاشخاص يمكن ما بتعرفها. اكيد. فبقى من هون انه الخبز الاسمر الواحد بده يطلع عليه، هي هو فيه نخاله، هي هو فيه الياف، هل هو جاي من قشر القمح ولا هو جاي من قمح وبيلونوه بالدبس لانه اوفر على الجيبه. فهون نحن دائما بنضلنا نقول قمحه الكامله، ست سريال، اللي مكتوب عليه دقيق نخاله القمح اللي محطوط فيه جواته الياف. اما يعني هون كمان في معتقد كثير خاطئ عند كثير من الاشخاص يلي هن بيفكروا انه مثلا خبز الغني بالبروتينات، انه انا عم بعمل دايت فيه بروتين بروح بجيب هيدا الخبز يلي هي فيه بروتين، وهيدا الخبز ممكن انه هو ما يكون فيه سكر يعني كثير منيح، وهذا الشيء كثير غلط، بصيروا عم ياكلوا هالخبز يلي فيه بروتينات. الخبز العادي فيه يمكن 2 جرام بكل أبعة، الخبز الغني بالبروتين ممكن يوصل لخمس جرامات او سبع جرامات، فهذا مش معناته انه هو خالي من الكربوهيدرات، يعني الاشخاص اللي عم بينبشوا على شيء خالي من الكربوهيدرات، هذا الشيء منه موجود اذا عم ياكلوا خبز، اكيد اذا عم يتناولوا خبز، لو اجى من طحين الصويا ولو اجى من طحين ثاني يعني. صح. كمان في نوع من الخبز يمكن مش موجود معنا هو الباجيت. نعم. الباجيت قد ايه فيها وحدات حراريه؟ هل كمان بتختلف؟ ما بدي اقول بتنصح لانه قلتي لي ما في خبز بنصح بالاجمال الا اذا في عدد وحدات حراريه بكميه. قد ايه فيها وحدات حراريه الباجيت؟ الباجيت يعني تقريبا اذا الواحد بيجيب باجيت هالقد اذا فضيها كثير منيح من جوا فيها وحدات حراريه قد رغيف خبز عربي. اوكي. يعني نحن مش عم نقول هذا خبز، هذا يمكن رغيف متوسط الحجم، عم بحكي عن رغيف اصغر منه يعني تقريبا هالقد. اوكي. يعني فيها وحدات حراريه كانه وجه قفا. الباجيت بيجي فيها وحدات حراريه اكثر من الخبز العربي يلي نحن بنتناوله، لانه نحن الخبز تبعنا يعني برقوا، هي بينما بتجي سميكه ببعض الاحيان. يعني في كثير انواع من الباجيت، في منهم اوزوليف، في منهم بيزيدوا لهم زيت، بيزيدوا لهم زيت الزيتون، هون بتصير تزيد وحدات حراريه. في نوع من الباجيت الخبز الفرنساوي بينزل له جبنه، انت بتعرفي هذا الشيء، فهون كمان الجبنه شو هو نوع الجبنه، هون كمان عم ينزل له زبده، عم ينزل له جبنه، فهون الواحد هون كمان بده يطلع. مظبوط. لانه الكالوري عم بيزيد كثير. مظبوط. بينما الباجيت ست سريال، يعني هيديك صار دخلها زيوت، صار دخلها فات، ما بطلت بس قصه خبز قمح ومي وملح والاشياء الطبيعيه. هلا في كثير من الاشخاص بتعرفي عندهم ريزيستانس على الخميره، اليست يلي هو بحطوه بالخبز كرمال الخبز ينفخ. في كثير من الاشخاص عندهم الرجي عليه او بيطلع عندهم انتوليرانس بس يعملوا بعض من الفحوصات على هذا الخبز، بيفكروا انه الخميره بكل الخبز مضره، لا الخميره يعني اذا الواحد ما بيتناول كثير خبز، بيتناول تقريبا رغيف بالنهار، اربع الصبح، اربع عشيه، ما بتضره كثير. بينما هدول الاشخاص بنبشوا على هذا الخبز، في كثير انواع من الخبز الفرنساوي ما بينحطوا له خميره. في كثير انواع من الخبز العربي اللي نحن بناكله كمان ما عم ينحط له خميره يلي هو يست. وفي كثير من الاشخاص بنبشوا عليه بيسالوني هل هو صحي اكثر؟ لا هو منه صحي اكثر، يعني اكيد نحن كاخصائيين تغذيه بنفضل الخميره الطبيعيه مش الخميره يلي بيبيعوها ويلي بيخلي الخبز ينفخ بثلاث اربع ساعات. بس انه اذا الواحد بده يصير ينطر مدري قد ايه وقت لينفخ الخبز ما بيعود في كميه خبز بتعمي كل العالم. صح. بتأدي لكل الناس. يعني لازم دائما نتناول مش بس الخبز، كل المأكولات، لأن دائما بتقول هذا الشيء بس تكوني معنا. أكيد. لازم دائما نتناول مأكولات بكميه معتدله. اكيد. على بكره ظهر وعشيه حتى نحافظ على وزننا وما يزيد وزننا وما تزيد الوحدات. وانا بدي اقول شغله بس بالاخر لانه ما ذكرتها، كثير بيسالوني عن خبز الشوفان. بتعرفي لانه هلا خبز كثير كل العالم عم تبتعد عن خبز القمح وتاخذ خبز الشوفان. خبز الشوفان كثير منيح، اكيد هو فيه الياف، ما فيه، ما عم يدخل له كثير ملح وكثير سكر، بس فيه الواحد ينوع، يعني مش ضروري انه يقطع خبز القمح الكامله، لا مثل ما في قمح في شوفان، اكيد انا بنصح العالم انه ينوعوا ويتناولوا لانه كمان فيه فيتامينات ومعادن غير القمح. بياخذوا فيتامينات من كل انواع الخبز. شكرا لك ناس الحبايه، عم تشوفي من الله رد الاسبوع الجاي. مشاهدينا بريك وبنرجع بنتابع باقي فقراتنا، خليكم برفقنا. منتابع ببيروت وفقرتنا التالية رياضية وضيفنا المدرب الرياضي توني شاهين. توني نرجع منرحب فيك.
بونجور. بونجورين توني. كل السيدات بتعطى الهم من انه تمارس رياضه فيها اوزان ما نوصل لمرحله نحصل على جسم يعني كله هيك عضلات بارزه وظاهره وما بتليق اذا بدك لجسم السيد المراه او المراه بيعطيها الشكل الانثوي. قديش هذا الشيء صحيح؟ اوكي، هيدا الشيء منه صحيح كليا. اول شيء النساء وقت يتمرنوا رفع اثقال ما رح يصير عندهم الحجم العضل يلي بيصير عند الرجال. هالشي هذا بيعود لمعدلات هرمون اسمه تستوستيرون موجود عند الرجال أكتر بكتير من عند النساء. هيدا الشيء اللي بيخلي الرجل يكون عنده حجم عضل وقوة بالعضل أكتر من النساء. الشغلة التانية اللي بدي أقولها هو إنه الحجم العضل نحنا فينا نتحكم فيه بكل سهولة بتخفيف من حدة التمرين. إذا لقينا إنه عضلنا عم يكبر كتير فينا بكل بساطة منخفف من حدة التمرين منحافظ على هذا الحجم أو منوقف تمرين بيصغر العضل دغري. أوكي. يعني لما نقول منحافظ على حدة التمرين نخفف من حدة التمرين يعني نخفف من الأوزان. مظبوط 100%. هي زيادة الأوزان، كل ما نزيد أوزان أكثر كل ما يزيد العضل، كل ما يكبر العضل أكثر. نحن لما بنحمل وزن عادي بنشتغل فيه بنكون عم نحرك العضل أكثر، عم نشد العضل أكثر ولكن ما عم نزيده بكمية مبالغة. مبالغة 100% اكزاكتلي. طب توني كمان بنفس الوقت بعرف من المدربين يعني حتى إذا بقيت على نفس الوزن أو نفس هالأثقال يمكن نحن متبعها بالرياضة ما رح تحصل على هالنتيجة اللي أنت بدك إياها، يعني لازم يا تزيد أم تنقص بس ما تضلك على نفس الوزن. مزبوط؟ هو مزبوط، هو لازم على طول يكون في تقدم وتغيير. أيه؟ بالأوزان اللي عم نستعملها على حسب نحن قديش بدنا حجم عضل أو شو الهدف طبعنا. أكيد بنصير إذا بدنا بعض حجم عضل منزيد أكتر أوزان، إذا ما بدنا بنبقى على نفس الوزن ممكن نفس حدة التمرين ممكن نخفف كمان. كمان ما في مشكلة فينا نخفف نرجع، نحن كل التحكم عنا نحن. بس قد ايه بيعطوا شكل حلو لجسم المرأة الأوزان؟ أنا بعتقد بيعطوا شكل كتير منيح، بيعطي شيب كتير حلو للمرأة وللنساء وبيساعدهم كتير إنه يحرقوا دهون ويصير عندهم يعني يشيلوا هالوزن الزائد هذا اللي عندهم بطريقة مستدامة. لا لبعدين مش انه ينزل وزن يرجعوا يطلعوا. بما انه عم نحكي عن حرق الدهون ما بعرف في بعض الاشخاص بيصيروا يشتغلوا اكثر شيء على المعده، فهل هذا الشيء بس بيقدر يساعدهم انه يشيلوا الدهون من المعده ولا كمان في تمارين اخرى؟ اوكي هل يعني اذا ركزنا بس على السؤال هو اذا ركزنا بس على منطقه معينه هل بنشيل الدهون منها ولا لا لازم نشتغل غيرها؟ لا ما فينا ما بنقدر نشيل الدهون من مطرح واحد. اذا مرنا مثلا نحن بدنا نشيل الدهون اللي على البطن نمرن نعمل تمارين معده لحتى نشيل هيدي الدهون بهاي المنطقه. لا الجسم مش هيك، يعني فيزيولوجيه الجسم مش هيك بتكون. الجسم بياخذ الدهون من كل المطارح وقتها نحن بدنا نخسر دهون نخسر من كل جسمنا. في مناطق اكيد بيروح منها قبل غيرها. البطن عند الرجال اخر شيء بيروح والارداف عند النساء اخر شيء بتروح. لانه اكثر شيء فيها اصعب شيء لانه اخر شيء فيها اكثر شيء فيها اللي هي الخلايا الدهون اللي فيها اكثر شيء هونيك موجوده. اكيد عم نحكي كمان توني انه اليوم في صفوف لرياضه متنوعه، كنا عم نحكي قبل بحلقه ببيروت عن البادي اتاك، البادي بامب وغيرها انواع كثيره من السبور او من الرياضه، انت شو بتنصح لكل ست حابه تخسر وزن وبنفس الوقت ما تعاني من الترهل بالجسم تشد جسمها؟ اوكي هلا على طول على طول البرنامج التمرين بده يكون في تمرين لتقويه العضلات او رفع اثقال، هذا اساس بالتمرين. بده يكون في تمارين قلبيه او كارديو فاسكولار اكسرسايز او كارديو مثل ما بنقول نحن، وبده يكون في على طول كمان تمرين لليونه الجسم او ستريتشنج يعني لما بنقوله. هلا هول الثلاثه اساسيات بده يكونوا موجودين بحيالة برنامج تمرين. في يكونوا على مثلا التمارين القلبيه او الكارديو طبعاً في يكون على شكل كلاسز مثلا مثل اللي حكيتي عنه مثل اللي سميتيهم هلا، في يكون ركض، في يكون سباحه، عم نحكي عن الكارديو ورفع. بس رفع الاثقال الويت تريننج يعني لازم يكون موجود على طول بحيالة برنامج رياضي. هاي الكومبينيشن كلياتها مجموع هول هي اللي بتعطي الجسم الثلاثه هن مجموعهم مع بعضهم هن اللي بيعطوا الجسم الصحيح والشيء. هودي ثلاثة بالإضافة أكيد للنظام الغذائي.
مظبوط. كيف هون اليوم حضرتك بتتدخل بالنظام الغذائي؟ بعرف انه اخصائيه التغذيه دائما بتقلها للسيده او للرجل لازم تعمل سبور، لازم تاكلي هذا الشيء، بس انت كمدرب اليوم اكيد بتنصح السيده او الرجل لما يتوجهوا لعندك. صحيح مظبوط. النظام الغذائي انا بلاقي هو اكثر شغله ما بيركزوا عليها اللي عم الناس اللي بيتمرنوا، وبالعكس هي اكثر شغله لازم يركزوا عليها، يعني لازم يركزوا عليها قد ما بيركزوا على برنامج التمرين تبعهم، يركزوا على نظامهم الغذائي لانه بشكل اكثر من يعني 50 او 60% من النتيجه هي من النظام الغذائي تبعنا. طبعا اكيد بيكملوا بعض. على طول انا كمدرب رياضي بس اعطي برنامج تمرين، كمان بوجههم انه يروحوا يستشيروا اخصائي او اخصائيه تغذيه ليكون في نظام اكل برنامج كامل، نظام غذائي صحيح ليحصلوا على النتيجه اللي بدهم. توني قد بتنصح الست او الصبيه تحمل اوزان؟ هلا حسب كل صبيه، في صبايا بيحملوا كثير، بس انا هو يعني اذا عم نحكي عموما كل وزن نقدر نحمله يكون افضل شو ما كان. في نساء ما بيقدروا يحملوا كثير، في نساء بيقدروا. بس شو الانسب يعني الوزن اللي يتبعه؟ مش انه كثير يكبروا عضل، حسب كل شخص، كل سيده حسب مستوى اللياقه البدنيه تبعها، حسب نوعيه جسمها، حسب كل هالامور هيدي، ساعتها بينحط برنامج رياضي بطريقه يعني مضبوطه، وبينحطوا الاوزان اللي هن بيناسبوها. من بعد ما يكون عمل كل مدرب رياضي وقت واحد بده يبلش تمرين عنده بينعمل تيستات لنشوف قد ايه عنده مستوى اللياقه البدنيه، على اساس هول اساس هالنتيجه هيدي ساعتها بنشوف قديش فيها تحمل اوزان. دراسه شامله. توني مرسي كثير لك، اكيد دائما بنشجع نحن على الرياضه لانه بالفعل بتغير من نفسيه الشخص بشكل كثير كبير، ومنكب هالتعصيب كله بهالصف ما فيش خلقنا مثل ما بيقولوا. اهلا وسهلا فيك توني، وان شاء الله بنشوفك عن قريب. مره جديده رح نرجع نشوف التقرير والاخبار بتقول انه روبرت باتنسون وكيتي بيري عم بيتواعدوا، وايضا كريستين ستيوارت صبغت شعرها باللون البرتقالي، شيء غريب باللون الشعر، وكمان مصرين في شخص مصر بالرجين عيد. عيد كريستين ستيوارت، ونقل عقبال 100 وان شاء الله هيك بتضل نجمه دائما. خلينا نشوف التقرير ومنتابع. أفادت أخبار غير مؤكدة أن نجم سلسلة أفلام توايلايت روبرت باتنسون الحبيب السابق لكريستين ستيوارت شركته في السلسلة الناجحة يتواعد مع كيتي بيري، خصوصا أن الاثنين عازبين رسميا في الوقت الحاضر وتربط بينهما صداقة يحلل البعض أنها أكثر من ذلك بكثير. لكن في خضم هذه الأخبار تنتشر في المقلب الآخر أخبار مختلفة عن أن روبرت وكريستين يتقابلان سرا ويتحدثان معا طوال الوقت، فعلاقتهما رغم الأخطاء والأحداث التي مرت بها لا تزال صامدة بشكل أو بآخر، خصوصا أن حبا كبيرا يربطهما. من ناحية ثانية صبغت كريستين ستيوارت شعرها باللون البرتقالي الفاقع من أجل دورها في فيلم أمريكا ألترا والذي تتشارك بطولته مع أوما ثيرمان. من الموسيقى بننتقل إلى عالم الأكسسوارات، وضيفتنا اختارت تبدع بالخط العربي وحولت حروفه إلى تصاميم لتتزين فيها السيدة. أهلا وسهلا بنور عيتاني عن جديد. كيفك نور؟ الحمد لله. نور خطي هي اسم البراند الخاصة فيك، ليه التعلق بالخط العربي؟ اولا انه خط العرب عربي، يعني انه نحن اصلنا عرب، والخط العربي بيتميز بالزخرفه تاعته، بالتشكيل اللي فيه ما موجود بخطوط اخرى، خصوصي انه في كمان تفريعات بالخط العربي مثل الثلث والديواني والرقعه، انه كل واحد عنده شخصيته اذا بدك. بنشوف كمان وبنعرف انه الخط العربي شوي صعب الكتابه،
الكتابة ايه. كتابة اللغة العربية صعبة شوي ايه. فهل بتحسي هذا الشيء عم بيأثر عليك بالشغل ولا لا هذا الشيء صار سهل بالنسبة لك؟ هلا في أحرف دائما في الواحد بيواجه صعوبات فيها بس إجمالا هو ليونة الحرف بتخلي إنه الواحد يقدر يتفنن بالاسم ممكن يعني تعملي اسم واحد بكذا طريقة ما يبينوا مثل بعضهم وهن إنه ذات الاسم بيكونوا حلو. طب أي معادن بتستعملي خبرينا اليوم كيف بيتم الشغل؟ هلا أول شيء بالمبدأ بنستعمل ذهب وفضة أوكي. وللناس اللي بيحبوا يطلبوا بس مثل ذهب إنه في على الطلب. طب كيف بتصير عملية التنفيذ؟ أول شيء كيف تطلع الفكرة معك؟ كيف تستوحيها؟ بعدين كيف بتنفذيها؟ أول شيء اسم كتير بيساعد يعني قد ما كان الاسم فيه أحرف قد ما طلع فيه أفكار منه وبلش بسكتشات بقلم خط فتر عادي بعدين بصير بظبطه بكز عليه بجرب أشياء كيف فيني ألعب بالحرف أكتر شو فيك تعدلي؟ أي أوكي وبعدين؟ وبعدين ايه التنفيذ يعني هيدي شغله صارت الصايغ فهي فرق يمكن لحالك انت صايغ هو اللي بيشتغل معك ايه. هو يلي يعني انت بتعطيه الرسمات وهو بيشتغل مزبوط كمان خطيبك بيشتغل بمجال المجوهرات هل هو صايغ مزبوط هو منه الصايغ حاليا منه هون بس عرفني هو اكثر على وين فيني اعمل شو فيني انه دلني مثل شو فيني كيف فيني ظبط القطع فيك تطوري حالك مزبوط طب قد ايه هذا الشيء كمان بيساعدك حتى اليوم الصايغ بس توجهي ايه. لعنده هل في بعض الاشياء بيقول لك هي ما بتزبط مثلا ايه. لا هيدي لازم تشتغليها هيك بتاخذي اراء غيرك ايه اكيد واهم شيء يعني راي الصايغ اللي بده ينفذ القطعه وراي الزبون اللي بده يلبس القطعه الخط لما نعمله للأسوارة أو عقد بيكون مختلف عن الخط العربي اللي بينكتب عادة لأنه مثلا بتوصل الأحرف ببعضها النقط ما بتكون طايرة التشكيل كله بيكون يعني فيه تكنيك له شو أبرز هلأ التصاميم المطلوبة أكتر شيء؟ أكتر شيء بيطلبوا الأسامي تعولون ذهب بالمبدأ أكتر شيء أسوارة أكتر أسوارة أساور أكتر شيء شو كمان هي أكتر شيء في خواتم كمان موديل السلسال مش اللي بيجي هيك قطعة بلوك أكتر شيء بيطلبوا السلسال لأنه أنعم شيء هلأ دارج بعدين بدوم فيك تستفيد ايه فيك اليوم وفيك إذا عندك حتى سهرة هذا الشيء ما بتعود تسلحيه يعني مزبوط طب بس بتوجه لعندك زبون بيقول لك أنا حابب أعمل هيك وحابب أعمل هيك أنت اليوم كمصممة أكسسوارات كيف تخلي زبون يكون مرتاح ايه بس يتوجه لعندك يكون مبسوط هلا أنا اللي بحب كيف بعمل إنه بعطي الزبون كذا موديل هيك هو بيكون مرتاح لأنه يشوف أكثر من تصميم واحد يرتاح إنه ينقي هو يعطي رأيه شو حابب مثلا أي يبرز أي حرف وهيك وكمان بس بنصحه أنا شو إنه شو الأفضل لحتى تطلع القطعة مرتبة طب يعني ممكن تكون تصاميمك مش بس موجهة للمرأة مثل ما ذكرنا بالبداية مزبوط كيف اليوم الرجل بيجي بس توجه لعندك رجل بتختلف الشغل معه أكثر من المرأة بيختلف الطلبيات بيبقى عارف شو بده مش مثل المرأة بيبقى ما بي يعني خلص هيدي حلوة خلص بخدها دغري ما بيحارج مثلا في هيدي البورتوكلي اوكي بورتوكليات اكثر شيء للرجال والكوفلينجز اللي بيجوا على القمصان هيك اشياء انه اضبط شيء لل معقول الكوفلينجز مثلا يلاقي اسمه هذا شيء مطلوب في منه بس انه مش اسامي فانا هلا انه مثل عم فوت الاسامي على الخط طب ما بعرف يمكن الصبايا اليوم بيحبوا ما بعرف اللغه الاجنبيه اكثر ويمكن ما بعرف الكبار اكثر بيحبوا الخط العربي شو تعليق انا شفت انا من يعني كيف بلشت انا شفت كثير ناس بيلبسوا الخط الاجنبي وانه انا بحب الخط العربي كثير قلت هات تفوتوا ما زال الاسامي مطلوبه ونحن عرب
وفي مثل ابداع اكثر بالكتابه، منه هيك جامد مثل الاحرف اللاتينيه، فحسيتها فكره جيده. طب كيف بتحسي اليوم بتحبي تتوسعي اكثر بشغلك؟ هل بافكار جديده، بتصاميم جديده، او انه تصيري اكثر معروفه بالدول العربيه، تنتشري اكثر من لبنان؟ ان شاء الله انا يعني مشروعي انه بدي اوسع اكثر، نوصل للبلاد الخليج كمان، لانه هني عندهم كمان تقدير للخط العربي، ف بيمشي الحال يعني انه بيحبوا الخط. بدي اذكر اكيد نور انه حضرتك خصيتي احدى زائرات بيروت سيتي سنتر بهديه، اكيد رح نرجع نشوفها لاحقا خلال الحلقه. شكرا لك نور. شكرا، اهلا وسهلا فيك، وحلوين كثير تصاميمك، وحلو دائما الخط العربي بعده دائما عم بيكون موجود بالاكسسوارات. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. مشاهدينا بريك ونرجع منتابع، خليكم معنا. الكمالية قيمة كبيرة بحياتنا وبتدفع الأشخاص لتحقيق درجات عالية من الأداء، لكن هل ممكن أنه تسيء بقدر ما بتقدم من إتقان؟ رح نطرح أكثر هالموضوع من عدة جوانب مع المعالجة النفسية زينة نون. مرحبا زينة. مرحبا، يعطيك العافية زينة، أهلا وسهلا فيك زينة. ماذا يعني أن يتوق الإنسان للكمال؟ يعني كلنا بنبحث عن الكمال، والكمال لله مثل ما بيقولوا، بس بالفعل كل شخص بينبش يكون الأفضل. ما المقصود بالكمال؟ لكن نحن وصغار بنخلق، والأهل بيحبوا أن أولادهم يكونوا هن أشخاص كاملين من كل شيء، إن كان بالشكل، بالعلم، بالموهبة، يعني على طول عندهم نظرة أن أولادهم بدهم يكونوا كاملين بيشبهوا الخالق، يعني هيدا كل انسان عنده هيدا الطموح. اليوم اي شخص او اي انسان ممكن عم بيبحث عن الكمال، هل هي فينا نعدها الى جانبين ايجابي وسلبي؟ هلا ليك، كل انسان بينبش انه يكون احسن، بس يكون البيرفكت، اكيد ما حدا بيرفكت بالعالم كله، يعني قد ما نشتغل وقد ما نجرب وقد ما نعمل بنضل نحن نوصل للمينيموم اللي نقدر نوصله، ولا مره حدا بيوصل للماكسيموم اللي بيطمح له. كرمال هيك كثير مهم انه الواحد ينتبه، ما فينا على طول نوصل للكمال. اذا وصلنا واذا كل انسان جرب يوصل للكمال، يعني بده يضحي باشياء، ما حدا بيقدر يوصل من دون ما يضحي بشيء معين. هل كمان ما بيخلي شوي كمان الشخص يحس بنوع من الغرور او حب الذات الكبير؟ اللي بينبش على الكمال بنقط معينه بتخلق عنده على طول احساس انه هو احسن من غيره. هيدا الشيء مش ضروري يكون مزبوط، لانه الانسان اللي بينبش انه يكون احسن من غيره، يعني عنده نقطه ضعف بمطرح معين عم بتخليه يعود بانه بده يكون هو الافضل. بس وقت نشتغل على نقط الضعف، على النقط اللي لازم نحسنها بحالنا، بنبطل ننبش انه نكون كاملين، بنصير ننبش نكون مبسوطين، نقدر صحيح نعمل شيء نحبه، مش نكون كاملين. الكامل بالنسبه لمين؟ يعني الكمال هو شيء بروبورشنال، يعني الكمال لإلي غير الكمال لإلك، غير الكمال لحدا تاني. كل إنسان بنبش على شيء معين بحياته. طب هل شو اللي بيحرك هالنزعة زينة اليوم؟ هل هو نقص؟ هل هو حرمان معين؟ شو اللي بيحرك الإنسان إنه بالفعل دايما يبحث على الكمال؟ وهذا شيء بيتعب، يعني يمكن بالمكان اللي أنت فيه حس حالك إنك الأفضل، بس بتضلك بحاجة، لا بدي أتقدم، بدي أستمر. طب ما بيتعب كمان هذا الشيء بنفس الوقت؟ ليك، في فرق بين الطموح وبين الواحد يكون على طول بده يكون هو بيرفكت. الطموح كل انسان بيطمح وكل انسان بحب يتقدم، وهيدا الشيء بخلينا عايشين. والمنافسة بين الأشخاص كتير حلوة، لأنه ليه بيقولوا حدا وصل، حدا عم يشتغل على حاله، مزبوط، حدا حقق كل أحلامه بعده محله. اوكي، هيدا الشيء كثير موجود بالعالم، وكل انسان بعيش بس يتقدم ويحقق شيء معين بحياته. بس وقت الواحد يعمل فوكس على شيء معين،
بده يوصل له او بده يعيده كثير او بده يعمله كثير، هيدا هون صار عندنا مشكله. وهون المشكله بتخلق اكيد من الطفوله، كيف بيتربى الانسان، كيف بيتربى الشخص من هو صغير. الاهل هو بيخلقوا هيدا هن نزعه عند الولد، يا بيخلقوها بطريقه ايجابيه تيكون عنده طموح بالحياه وما يكتفي بالقليل، او بيخلقوها بطريقه مرضيه، يعني بيكون الواحد على طول بحس حاله هو اقل من غيره، على طول بده هو يكون احسن من غيره، مش بنبش انه هو بده يتقدم بحياته، لا، على طول بيطلع على الاخر وبقول انه انا اقل من هيدا الاخر، بدي اشتغل وبدي اعمل، يعني على طول بضل ما مقتنع باللي عنده اياه، او ما عنده طموح الايجابي اللي بيطمح له، على طول بشوف حاله من خلال الاخرين. وهي مشكله كثير كبيره بتخلق عند الشخص. لهيك بنرجع للتربيه شوي، قديش هي اساسيه أكيد بحياه أكيد. الولد وقديه ممكن تحدد شخصيته ومساره كمان بالحياه. هل هي اليوم حاله شائعه انه الشخص دائما يبحث عن الكمال؟ يعني مين منا ما بحب يكون بهالحاله اذا بدك زينه، بس وين ممكن تسبب هيك انعكاسات سلبيه علينا؟ ليك مثل ما قلنا انه كل انسان بنبش على الاحسن ويتقدم بالحياه، لانه اللي ما عنده طموح اللي ما بنبش على الاحسن، انتبه ما عم نقول على الكمال لانه ما حدا كامل، اللي ما بنبش على الاحسن بضل محله، هذا شخص عايش بس تعيش. بس امتين بتبلش مشكله؟ أكيد مثل ما قلنا بتبلش مشكلة من الطفولة، من خلال التربية عند الأهل. البي والأم على طول بيعملوا كومباريزون، يعني بيصيروا يقارنوا مقارنة بين الولد والخي أو مع الأقارب أو مع الأصحاب، بيصيروا يقولوا له لك صاحبك كيف، لك أنت كيف، على طول هن بيخلقوا عند الولد هيدا الشعور. وأكيد بيكون في انفيرونمون محضر، يعني محيط حاضر لهيدا الاحساس عند الولد بعدم الكمال. هون على كبر بتخلق كثير مشاكل، هي من الصغر بتبلش أكيد. طب كمعالجه نفسيه زينه ايمتى بيتم التدخل؟ لانه هي حاله ممكن تكون كمان انعكاساتها نفسيه أكيد. على الولد مثل ما حكينا. ليك بس الشخص يبلش ياثر هالشيء على شغله، على علاقاته الشخصيه. كيف ممكن ياثر على شغله وعلاقاته الشخصيه؟ يعني الواحد ببطل يقتنع باللي هو فيه، بصير يغير كتير شغل، ما بيقدر يهدي انه يبقى فترة معينة بشغل معين، بصير على طول حتى لو واصل لمرتبة كتير حلوة وكل العالم بيقولوا له متفوق وناجح. او برافو وناجح، وبضل حاسس حاله لا بعده زيرو او بعد ما انه واصل لهيدا الشيء. الشغل كتير بيلعب دور مهم، يعني بس نحس انه في مشكلة معينة بتبلش من خلال الشغل، بعدين كمان بتبلش كمان من خلال العائلة، من خلال الأهل، من خلال الانتوراج الكتير قريب منه للشخص، بصير يحسوا عنده مشكلة معينة. هون بصير يحس الشخص انه هو بحاجة لحدا يساعده. إذا منتبه للموضوع، في أشخاص ما بتنتبه، بس مبدئياً أكتريتهم بيكونوا بيتضايقوا، بيوصلوا لوقت أنه بتعبوا من الوضع، يعني ما في شيء عجبه، نقلوا كتير شغل مع أنه ممكن العمل يكون ناجح ويمكن عرض مهم، بس لا ما حسوا حالهم بهالمكان بدون بعد. والأشخاص اللي حواليهم بيصيروا رافضينهم، يعني بيصيروا بحسوا بالرفض من قبل الآخرين، وهذا الشيء بأثر عليهم كتير وبحسوا حالهم أنه هن منبوذين. كرمال هيك بيروحوا بنبشوا على أشخاص تساعدهم تيرجعوا يستعيدوا يمكن مكانتهم أو استقرارهم النفسي. هون هن بيروحوا عند معالج نفسي وبينشغل على هذا الموضوع، أكيد من التحسن. وبيختلف الشخص علاجه بين شخص وآخر، يعني حسب حالته شو أسباب هالحالة بيختلف العلاج هون؟ أكيد العلاج ما بيكون، خصوصا العلاج النفسي، مش دواء، مش خده هالحبة منصح بتصحي. لا، العلاج النفسي هو كل كاركتر، كل شخص عنده نزعة معينة، عنده كاركتر معين، عنده مشكلة معينة، كرمال هيك حسب الكا نشتغل. أكيد في قصص بتكون كما بين الأشخاص، بس ما حدا بيشبه حدا، بالنهاية كل إنسان عنده كيان وعلى هذا الأساس بنشتغل. صحيح. زينة، نصيحة أخيرة بتنصحي كل اللي عم بيتابعونا اليوم؟ أنا بنصح الأهل يساعدوا الولد يبني شخصيته،
هو لحاله يدعموه، ما يحسسوه انه في فرق بينه وبين الاولاد الاخرين، وهذا الشيء بياثر كثير على الكبر. كرمال هيك الام والبي بيلعبوا دور كثير مهم. صحيح. اهلا وسهلا فيك زينه، شكرا كثير كبير لحضورك معنا، متمنى لك التوفيق. ثانك يو زينه. رح ننتقل كمان لتقرير ونشوف مره جديده. تايلور سويفت كسرت رقم قياسي بالصين بجولتها الغنائيه رد. خلينا نتابع التفاصيل بهالتقرير ومنكفي لقاءنا. It's like trying to change your mind. You're already flying through the free fall. Like the colors in arms so bright, just before they lose it all. Losing him was blue like I never known. Missing him was dark gray all alone. Forgetting him was like trying to know somebody. تايلور سويفت في 30 من أيار المقبل حفلا في شنغهاي الصين، لكن سويفت حققت رقما قياسيا في البلاد، ذلك أن تذاكر حفلها وعددها 18,000 بيعت في دقيقة واحدة فقط من طرحها. وكانت النجمة كسرت العام الماضي رقما قياسيا آخر في لوس أنجلوس حين أحيت حفلها في ستيبلز سنتر. وحفل سويفت في شنغهاي هو جزء من جولتها الغنائية ريد التي ستتضمن عدة حفلات في آسيا، ومنها اليابان، الفلبين، تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة، على أن تنتهي في 12 من حزيران. ورغم كم النجومية الهائلة التي تحيط بها، تسعى تايلور لأن تعيش بشكل طبيعي، وهي قالت في لقاء أخير لها مع مجلة تايم: أسعى لأتواجد قدر المستطاع في موطني ناشفيل، خصوصا أن المصورين لا يلحقونني إلى هناك بعكس ما يحصل معي في نيويورك ولوس أنجلوس. يذكر أن سويفت كانت أكثر نجوم الغناء جنيا للمال في 2013، بحيث حصدت عن نشاطاتها وحفلاتها ومبيعاتها 39 مليون دولار. منتابع لقاءاتنا وفقرتنا التالية التجميلية، ولكن هالمرة مخصصة للرجال، مع ضيفنا الاختصاصي بالجراحة التجميلية الدكتور نادر صعب. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي جويس، ثانك يو. كيفك؟ تمام، ماشي الحال. دكتور، موضوعنا اليوم هو الصدر البارز عند الرجال، خبرنا أكثر عنه دكتور. أكيد ظهور الصدر عند الرجال هو شيء غير مألوف، مثل ما بنعرف أنه السيدات أو البنات بيتمتعوا بالصدر، لكن الرجال بيتمتعوا انه ما عندهم صدر. لكن ببعض الحالات كانت وراثية او اشياء مكتسبة من عدة اشياء، كانت امراض او اخذ ادوية معينة، بيصير في عنا تضخم بالصدر عند الرجال. الصدر هو مؤلف من شغلتين يلي هن الغدة والدهن، الخلايا الدهنية. تضخم الصدر بيسوى يكون تضخم بالخلايا الدهنية والأنسجة الدهنية، أو بيسوى يكون تضخم بالغدة الجلاند مامير الحليبية يلي هي عادة لازم تكون كتير صغيرة عند الرجال. أوكي. هون وقت ما بيخلق الولد ما بيبين عنده شيء، على أمر السن المراهقة العمر 13-14 سنة، وقت ما بيصير في تطور وبيغبلغ الإنسان بيصير في عنا تغيرات هرمونية ينتج عنا شوية تضخم بصدر الولد، وهيدي بتكون عادة موقتة لفترة سنة. لكن إذا تخطيت وصار بعمر 15-17 سنة وبعد في عنا تضخم بالصدر، هون لازم نعمل investigation، نلجأ إلى جراح تجميل. وهون الأهل كمان لازم ينتبهوا لهذا الموضوع، لأنه كثير من السيدات أنه بفضلوا أو بحاولوا أنه يخففوا العبء عن الولد، أنه لا ما بيك شيء وصدرك طبيعي، بيطنشوا عن الموضوع وأنه منه مضخم وما تعتلهم وشو بدك إياه، عم ينتقدوك بس أنت بتجني. هون بعتقد أنه لازم we have to consult a plastic surgeon، لازم نستشير طبيب. طب دكتور، هل في أشكال معينة، يعني بس في بعض الأشخاص ما بيعرفوا أنه في هالمشكلة عند الرجال، هل في أشكال معينة لألا؟
أشكال هي تضخم بالصدر، لكن أوقات بتكون مختلفة. أوقات منلاقي الصدر بيتضخم أكتر من التاني، أوقات هون مش ممكن نطنش عن الموضوع، لا لازم بيكون واضح و... أوقات بيكون في عنا تضخم بالأنسجة الدهنية أكتر من الغدد، وأوقات الغدد أكتر من الأنسجة الدهنية. هالشي بتم من خلال المعاينة والفحص السريري من قبل الطبيب، بيقدر من خلاله يحدد أكان في تضخم بالغدة أو بالأنسجة الدهنية. فإذا قلنا يا أنسجة دهنية يا تضخم بالدهنة وخاص بالغدة عفوا، وأكثر شيء ببلش بداية عند المراهق مثل ما ذكرت دكتور. أو إذا حتى تناول أدوية بعمر شوي كبير كمان ممكن تصير عنده، يمكن بعض المنشطات كنا عم نحكي شوي أنا وياك عم ندردش قبل الهوى، يمكن بعض المنشطات يلي الشباب يلجأوا لها هذا الشيء بيأثر عليهم سلبا. عند الشباب يلي ما عندهم صدر كبير وقت ما بياخذوا المنشطات لا يلي بيعملوا جيم وبحبوا يربوا عضلات، هون بياخذوا اشياء انابوليز يعني شيء بتكبر الصدر او ما يعرف بالهرمونات. هالاشياء بتؤدي الى تضخم بالغده. المشاكل الثانيه اللي معقول تؤدي بتكون ميتابوليك، يعني عندنا مشاكل بالكبد او مشاكل بالكلاوي او تناول ادويه لفتره طويله مثل السيميتيدين. هون عم نشوف العمليه كيف بتتم. هالشيء بيؤدي الى تضخم بالصدر. طب قبل ما نبلش نحكي عن الجراحه، هل ممكن نتخلص من هذا الشيء من خلال رياضه مثلا او صعبه لانه منا مجرد دهون؟ اكيد الرياضه ما لها كثير دور فعال بالجينيكوماستيا، لانه عاده بتكون مرفقه ب تضخم بالغده. واذا كان في عندنا سمنه زائده اوقات بيتضخم الصدر، هون بس بالفتره الوحيده يلي بيقدر يخف مع فقدان الوزن الناتج من خلال السبور او الجيم او الدايت يلي الانسان بيعتمده. طيب ايمتى دكتور نحن بنلجا او بيلجا الرجل للجراحه باي حالات؟ اكيد من بعد الفحص السريري عند الطبيب، هون بنقدر نقرر اذا هو بحاجه ل ما بدي اقول عمل جراحي. هو بيتم اليوم بهالايام من خلال استعمال الليزر يلي مثل ما شفنا من خلال نقطه صغيره لا تفوق ال 2 مليمتر بنقدر نفوت بكانيولا، وبيصير في عنا موجات حراريه تؤدي الى ذوبان الانسجه الدهنيه والى صقل البشره، وبآلي تاني منقدر إذا بدك مثل نطحن الغدة ونشرقها كلها لبرا، وهون بيتم هالعمل من دون جراحة أو ما يعرف بالليبوسكشن الحديثة باي ليزر. أوكي، طب هل المراهق بيقدر كمان يخضع لهالعملية ولا في مخاطر معينة للمراهق؟ لازم ينطر شوي ليبلغ فوق 18 مثلا يقدر يدل بهالحالة لفترة معينة؟ أكيد حسب تضخم الصدر، لأنه أوقات بيكون كتير مزعج لدرجة أنه الولد ما بقى بيتحمله. أنا بقول ابتداء من عمر 15 سنة بيقدر وبيكون طبياً قدرنا حكمنا هل هالشي هو مؤقت ناتج من خلال التغيرات الهرمونية اللي بتتم على سن المراهقة بسن 13، أو كان رح يصير دائم وبيصير يؤدي إلى مشاكل تراكمية معه. يعني بفترة أولية بيكون في عنا تضخم بالصدر، بعمر 25-30 بيصير في ترهل بالصدر، وبعمر 40-45 بنلاقي الصدر فعلا مثل صدر المرأة ومتهدل كتير. هون بتصير العملية أسوأ، بتصير العملية بتخلي ندبات أكتر وبتخلي آثار بصدر الرجل يلي عادة وقت ما بينزل على البحر أما بيكون ببيته أما بيكون بحوض السباحة بيكون عاري من المنطقة العليا، وبالتالي عندنا كتير شعر بيكون بجسم الإنسان. هون إذا بدنا نلجأ إلى استئصال الغدد الزائدة والأنسجة الدهنية ونعمل رفع للصدر أو ما يعلم بالليفتينج، بيصير بدنا نخلي آثار مثل الانفيرتد تي، وبمنطقة فيها شعر هالآثار بتكون فعلا ظاهرة. كرمال هيك أنا بفضل يكون الوعي موجود من البداية. وهون فيجي يقول أنا أنه الوقاية هي فعلا خير من قنطار علاج، لأنه بالبداية بيكون العلاج كتير بسيط، لكن مستقبليا إذا أهملنا هالمشكلة تتحول لمشكلة
فعلا كتير وخيمة. قديه مدة العملية دكتور؟ العملية بتستغرق من ربع ساعة لنص ساعة، كتير سهلة وكتير بسيطة وغير مؤلمة، وبالتالي بيتبع العملية اللي بتتم بالليزر وضع ضماد على منطقة الصدر لفترة 3 أسابيع. هالشي بيخلي هالأنسجة ترجع تاخد محلها، ومنلاقي مثل ما شفنا بالصور منلاقي فعلا الفرق شاسع ما بين قبل وبعد ومن دون أثار تذكر، لأنه صارت التقنية كتير حديثة وما في ابدا اثار موجوده. طيب الشخص الرجل بحس حاله مرتاح بما انه قلت له ربع ساعه نص ساعه، يعني مش مفروض كمان يكون في اثار عم يعني من وجع اكثر من بعد العمليه لفتره طويله؟ لا ابدا الوجع خاصة فعلا. انا عم شوف كل العمليات اللي عم تقوم فيها دكتور عم بتكون سهله، والسيده او الرجل بيرجعوا بيقدروا يقوموا ويروحوا على بيتهم اوقات، فاليوم في تقنيات مثل ما ذكرت حديثه وجديده بهيدي الجراحه، قد ايه بيكون الشخص مرتاح؟ يعني هو بالنهاية إذا بدي كل الجراحة التجميلية الهدف منها أنه الحصول على نتيجة مرضية من دون ندبات تذكر قدر الإمكان، ومن دون ألام ومشاكل اللي كانوا يواجهوها بالسابق، وإذا منقدر من دون اللجوء للبنج العام، وهيدا يلي منحصل عليه بهيدي العملية. هي نحن بحاجة لبنج بسيط تخديري لفترة نص ساعة، إضافة إلى استعمال التقنية الحديثة اللي هي بالليزر أو ما يعرف بالفور دي، وهنا حتى إزرقاء ما بيكون فيه بمنطقة الصدر بعد العملية، لأنه هالتقنية بتقدر تفصل الدهن عن الشرايين اللي معقول تؤدي إلى إزرقاء، وإضافة إلى استئصال الغدة من دون ندبات ومن دون آلام. هيدا كل إنسان بيحلم في من خلال اجراء عمليه جراحيه تجميليه هو موجود بهالعمليه. هل قد صارت سهله؟ وبالتالي هون انه كثير سهل على المراه انه تشجع ابنها لحتى يتخلص من هالمشكله اللي بدها تصير عويصه بالمستقبل، تخلي اثار بالمستقبل اذا ما انعملت على عمر صغير، وتؤدي الى احباط نفسي والى كومبلكس بسيكولوجيك، يعني ما حيقدر يتخلص منه بالسهل مع مرور الوقت. طيب دكتور هل الشخص بحس بأوجاع بس يكون عنده هالمشكلة غير أنه أحباط نفسي؟ بيشعر ببعض الأوقات يعني بس يكون يمكن الشخص شوي سمين فيمكن ما كتير بيعرف إذا ما راح فحص حاله، فلازم بحس ببعض الأوجاع تيحس هو أنه أنا عندي مشكلة لازم روح أسأل الحكيم؟ بالمبدأ الجاينيكوماستيا او تضخم الصدر عند الرجال هي بتكون من دون الام ومن دون اوجاع، الا بحاله وقت ما بيكون في على سن المراهقه وهالتغيرات الهرمونيه هي اللي ادت الى تضخم بالغده، بحس بالام مثل وقت ما بتكون السيده بفتره الميعاد، وبالتالي هون لانه هالهرمون ادى الى تضخم بالغده هون بيكون منلاقي في آلام على الكبس او على الملمس، وقت ما بتضغط على الصدر منلاقي في آلام. هون هالشيء هو بيكون ناتج من خلال التغيرات الهرمونيه اللي عم بتصير بجسم الولد. طب هل بتنصح الشخص السمين يتوجه عند اختصاصيه التغذيه بالبدايه يضعف كميه معينه ويرجع يتوجه لعندك لتقوم بالعمليه؟ بتفضل هيدا الشيء؟ أكيد المنطق والمبدأ بالحياة هو أنه الحصول على الأشياء بس من دون اللجوء لأشياء انفيزيف، وبالتالي هون أي إنسان سمين أنا بفضل قبل ما يلجأ إلى أي جراح تجميل يلجأ إلى الرجيم، رجيم قاسي، إلى الجيم، إلى سبور، إلى دايتيشن، نظام غذائي معين لحتى يقدر يتخلص من الدهون يلي بيقدر يتخلص منها. وانا بقول انه من خلال الفحص لاي مريض بس القط منطقه الدهن بقدر حدد اذا كان هالدهن قابل للذوبان من خلال الدايت ولا لا. وهون انا دغري بقول لهم انه او انتم بحاجه لعمليه اما بتقدروا تلجأوا لدايت لحتى تتخلصوا من هالدهن الزائد. وبدي كمان ركز على شغله انا واقول انه كثير من الناس وقت ما بيلجأوا وغالبا السيدات وقت ما بيكون عندهم تراكمات دهنية ببعض الأماكن أكان بالأرداف أو أكان باللاترال تاي الجوانب أم بالركب الداخلية،
هون اذا لجأوا لدايت والدهن اللي موجود هو كينيه عن تراكمات دهنيه او ما يعرف بالسلوليت، هون هالسيده ما حتخسر هالدهن يلي بدها تخسره، لكن بتخسر دهن من صدرها وبتخسر دهن من وجهها، وبالتالي هون بتكون قلبت الايه، يعني بدل ما تكون عم بتحسن بجمالها بتكون عم تعكس، بتصير عم تأذي حالها. هون بفضل انا تلجأ لعملية شفط الدهون بالليزر وما تلجأ لعملية دايت. طيب بالنسبة للرجل مثل ما كنا عم نحكي من شوي، هل الجراحة مكلفة؟ لا ابدا. هل ربع ساعة نص ساعة مكلفة؟ لا ابدا منا مكلفة، صحيح كثير متطورة، في عنا اسعار الاشياء اللي بنستعملها اليوم، صار كل شيء بنستعمله لمرة واحدة ومنكبه من بعدها، هيدي اللي مكلفة إلى حد ما، لكن كأكت شيروجيكال كله سوا منه مكلف أبدا. في شيء بعد بتحب تضيفه عن هالموضوع دكتور قبل ما أسألك موضوع تاني؟ بعتقد أنه نحن من خلال هال يمكن الفترة نقدر نوجه بعض السيدات حتى يمكن يعطوا أو يدعموا أولادهم لحتى يقوموا بهالخطوة لحتى يتخلصوا من مشاكل كتير معقول تواجههم بالمستقبل، أكين نفسية أو أكين على مستوى نتيجة العملية اللي معقول يحصلوا عليها. دكتور الأسبوع الماضي حكيت عن، ما بدي أقول عملية جراحية، ولكن شد للوجه عن طريقة الليزر، وهذا الشيء بعتقد صار في إقبال منه كبير عند النساء وخاصة النساء يلي بيخافوا من الجراحة. كيف فيك ترجع تذكرنا بهالتقنية الجديدة بشكل سريع؟ أكيد هل يمكن هالنتيجة من خلال الإيميلات اللي وردتني، كتير لقيت إقبال ولقيت كتير يعني عالم كانوا انترستينج إنه يعرفوا شو هي. التقنية هي شد الوجه من دون جراحة، ومثل ما بنعرف كثير من السيدات عندهم خوف، وهالخوف هو من السكين او ما يعرف بالبستوري يعني عند جراح التجميل، من مبضع الجراح. هون بنكون بهالتقنية وضع السيلفر كونتينينج فيشل هوكس او ما يعرف بشناجل الفضة بالوجه، بنكون تخلصنا من الجراحة وحصلنا على عملية شد الوجه من دون ندبات تسكر، وهالشي بيتم بفترة كتير وجيزة من دون اللجوء للبنج العام، بتكون السيدة واعية مثل ما شفنا الأسبوع الماضي، وبعد أسبوع منلاقي الوجه فعلا كله صار كله منور، وكتير في إذا بدك إنارة ريونان بيكون نضارة. حياة جديدة كمان ونضارة. أكيد نعم. هالشي هو ما بيأثر أبدا ولا أي ضرر، مثل ما كان يعرف بالسابق، بالسابق كانوا يحطوا خيطان، وهالخيطان كانت ما بتدوب، لكن كانت تؤدي إلى مشاكل سلبية بوجوه السيدات من خلال التليفات اللي كانت تصير. دكتور في عدد كبير من الأسئلة عم تنطرح عليك عبر الإيميل يلي دائما بيمرق على الشاشة يلي هو هلأ عم نشوفه، شو أبرز الأسئلة اللي بتسأله السيدات؟ أكيد السيدات عطول عندهم هوس الوجه، عندهم الجفون، إن الله راد بلكي بالمستقبل بنعمل عمليات للجفون من خلاله بنقدر نفرجي قديش هالعملية كمان كتير بسيطة، مثل ما فرجينا بالسابق كمان عمليات الأذنين. لكن عطول بضل الاشياء اللي ما فيها صعوبة هي اللي بفتشوا عليها السيدات، يعني اللي هن الوخز والأبر، أكين حقن البوتوكس، حقن الكافيار، حقن الذهب بالوجه، الجلو ليفت اللي هو علاج ضد الشيخوخة أو ما يعرف بالكليوباترا على العنق أو النفرتيتي نيك، كل هالاشياء هن اشياء صارت فعلا بسيطة. واليوم بدي كمان بشر السيدات انه نحن اليوم صرنا نهتم كمان بالديكولتي بمنطقة الصدر، لانه مع تطور الجراحة والجراحة التجميلية صرنا بنقدر نلجأ لجراحة الوجه، لكن صار في عنا مشكلة بالديكولتي يلي صار فعلا منلاقي فرق بين الوجه عندما بيكون مشدود وهالمنطقة يلي كانت مهملة وتكون بعدها مترهلة، حقن الجلو ليفت يلي بيرجع بينعشها وبينشطها. دكتور عن شو معقول نحكي الاسبوع اللي جاي؟ الاسبوع اللي جاي كنت محضر توبكس عن في اثنين بالمبدا، واحده عن شد الجفون وواحده عن الصدر.
لكن تصوير يمكن بعض الأماكن حتكون لازم يكون في تصوير حتى نقدر نفرجي أكثر ونشرح للمشاهدين عن شو بدنا نحكي. على كل حال نحن اكيد مطلب من المشاهدين يتابعونا الاسبوع اللي جاي. ان حكيت عن هول المواضيع او عن غيرها كل الناس عم بتتابعك دكتور وعم بتحب انه تطرح هالمواضيع اللي عم تستفيد منها. اكيد نحن بدورنا بنشوف اي اسئله عم تردنا على الايميل حتى موجودين. نقدر نوضح لهالسيدات اكيد بلبنان او بالعالم العربي حتى نخفف من هالمشاكل والتشوهات اللي عم بتصير من خلال إجراء بعض العمليات عند غير أخصائيين أما بغير مهنية وبغير مصداقية عالية. شكرا لك دكتور نادر صعب. أهلا وسهلا فيك. منشوفك إن الله رد الأسبوع اللي جاي. مشاهدينا بريك ومنتابع. منتابع ببيروت وسناء أيوب. اسم جديد بعالم الموضة وأول مجموعة أزياء بتحمل توقيع وصدرت مؤخرا وهي بضيافتنا اليوم. سناء بنرجع بنرحب فيك. مرسي. سناء خبريني أكثر عن هالكولكشن وهي أول مجموعة لإليك. كم فستان ضميت وخبرينا عن الألوان يعني حسب ما شفنا نحن هيك شوي زعبرنا. الفساتين كلها هيك ألوان الفرحة بتليق لموسم الزبيعة والصيف. خبريني أكثر عنها للمجموعة. أول ما بلشت فكر بخصوص أنه شو بدي أعمل للسبرينج سومر كولكشن أول فكرة أجت على راسي هي الألوان لأنه أنت بتفكر بالفرح بالتسلية بالصيف بالشمس. فبلشت أعمل ريسيرش وصرت شوف أنه يعني شو القصص الأكثر شيء ريليتد للألوان. أول شيء طلع لي هو مهرجان الألوان بالهند وين العالم بتكب البودرة الملونة مثل كأنه عم يطلعوا منهم هالنيجاتيف انرجي وبيستقبلوا نهار جديد مرحلة جديدة بحياتهم. فبلشت استندت على هذا الكونسبت ومن هون انطلقت. يعني استوحيت أكثر من هالمهرجان اللي بيصير بالهند اللي كله ألوان. مزبوط. بلشت قررت أول شغلة إنه فوت ألوان متعددة بالكولكشن تبعي. اوكي. الشكل لأنه تتبرز القطعة أكثر. من بايات مات للولو يعني من كل الألوان وقصص مثل الفضفاضة يعني بتعطي هالروح الصيفية المرحة يعني. صح. ومنلاحظ كمان سناء أنه المصممين الجدد هلأ عم يبتعدوا عن الشك غير المصممين يعني اللي كنا نشوفهم بالسابق. صرنا عم نتبع كل شيء بسيط أنيق بس عم تشتغلوا على القماش أكثر. مزبوط. مزبوط. وحتى إذا دخلنا نوع شك هو بطريقة كتير مثل ديسكريت يعني أنه ما كتير ظاهرة. بالعكس يعني مثل مطرح معين قبل كانوا تنقول كل القطعة تنشك من فوق لتحت هلأ صاروا بنقوا مثل specific part جزء يعني مخصص مثل الكتف وبينشغل عليه. بينشغل عليه يعني بضلها بارزة القطعة بس بطريقة مش كتير أوفر. مزبوط. هلأ أنه دراستك بلندن أثرت شوي عليك اتبعت الستايل الغربي؟ أكيد. هلأ الستايل الغربي بميل أكتر لتكون simple بس بلندن الشيء اللي علمني إياه بهونيك كبلد كحتى ككلتشر عندهم أنه عطول تجرأ تجربي ما تتركي حالك ليمتد بهيدي الباكسي مثلا انه لا بدك تعملي شيء بس بليق بمجتمعك بليق بالستيل اللي الناس ممكن تتبعه بهالمجتمع. لا تجرئي لانه يمكن كثير تلاقي يعني مثل بوزيتيف فيدباك والعالم بالعكس تتجاوب معك وتصير تحب هالستيل ويتبعوك. حلو. بشو تجرأتي بالستايل اللي اتبعتيه بهالمجموعه وهي الاولى لإلك يعني مش سهل كمان ممنوع الغلط اذا بدك لانه هيدي رح تترك انطباع عند كل سلت وصبيه رح تشوفها يعني. صح. فأول شغلة كنت كتير عتلاني هم أنه كيف يا الله شو بدي أعمل كيف بدي لقي هيدا الستيل اللي حدده أنا بين الغرب والشرق حددي هويتك ستيلك الخاص. فقررت أول شغلة أنه الألوان أنا بحبها الألوان. أوكي. الفرحة ونحن هون بعالم بالشرق عطول مصيف يعني الحرارة. مزبوط. فصرت قررت أنه هيدا أكيد الكونسبت رح أمشي عليه. الكاتس في منهم قصات يعني جريئة وفي منهم قصات لقى شوي انه بتحسيها كلاسيك. مزبوط. كلاسيك بتناسب كل الأعمار وحتى كل يعني الأذواق.
في منهم اللي بيحبوا كثير يبرزوا جسدهم، في منهم اللي بيحبوا مثلا لا بارتي يخبوا بارتي يبرزوا اكثر، فاشتغلت على هذا الكونسبت. حلو، خلينا ناخذ فكره اكثر عن هالكولكشن ومجموعتك مجموعتك الجديده سناء بهالبلاير، هي بعض المقتطفات وبعض الفساتين من الفاشن شو، رح نشوفه ونتابعه سوا اكثر هالعرض الازياء وبنرجع بنعلق شو شفنا القصات الالوان وكل التفاصيل. خلونا نتابع هالتقرير. الوان كثير حلوه وربيعيه و very nice color and very nice presentation. كان كثير حلو، very fresh colors and we enjoyed the whole show. دائما سنة بتعمل كل شيء حلو توب. متوقع هيك يعني، خبروني عنه بسرعه وجيت و I love the results. كثير حلو. كثير حلو بعقل. Brilliant. حدا عمره 24 يعمل هيك is brilliant. هذا رأيي. خبريني كيف كانت الاجواء، كنت باك ستيج اكيد مزبوط. ما كنت عم تشوفي ردة فعل يعني الحاضرين؟ لا كنت بس عم بسمع وقت يزقفوا واسمع مثلا انه على الميوزك حتى انه يعني تفاعلوا معه مثلا دريس معين مثلا يفوت حس انه يعني نسبه الزقيف انه نجح مزبوط ايه. يعني نال اعجاب ويطولوا حتى فانبسط بعضهم اكثر وانا عم بتحمس بس عم بشوف شيء. شو اكثر فستان هيك اخذ هالفيدباك الحلو والسيدات حبته؟ في الفستان اللي هو مثل بيل جرين من ورا مثل بيجي هيك شوي رويال ستايل، فوتفيت دغري صاروا يزقفوا له على الفوت وعلى الطلعه، فكانت كثير حلو يعني صرت انا عم بسمع انه يلا بعد اكثر. باك ستيج كنت يا سناء الموتره اللئيمه ضبطوا لي المودل الفستان مش منيح هيك ولا لا انه لا سافا فاشن شو بده يقطع؟ هو اول شيء توترت قال كيف ما كان بس فوتوها لا نحن كنا نعيش الباك ستيج كنت شوف المصمم يعني يطلع بوش ثاني على الستيج عرفت انه بوش كثير رايق بس باك ستيج شو بنكون يعني هريلنا اعصابنا. على كل حال رح شوف كيف كنت باك ستيج ونقول الف مبروك للي ربحوا هالهديه نقلهم الف مبروك دائما موزع جيفتس مهمين ببيروت سيتي سنتر. اي سناء قولي لي كيف كنت لا كنت يعني مرتاحه وموتره بس انه اكيد ما في مثلا ما كنت لئيمه او ما كنت مرات انه اتلأمن على العالم اكيد لا وخصوصا المودلز بس المودلز هن كانوا كثير مهضومين وستيل انه اي لاف ذا دريس انه اوف كورس بيبول لاف ات فانه يشجعوني هن كانوا عم يشجعوني كمان واخر شيء طلعت كنت كثير مرتاحه. حبيت شفنا كمان كيف تفاعلوا معك اكثر السيدات والصبايا ولاحظت بالكولكشن سناء انك شغله بدقه على القماش
مظبوط. القماش وحتى نوع الشك، يعني القماش استعملت كثير ساتان دوشيس موسلين، لان الموسلين بيتماشى على طول مع جسم المراه، وبالعكس بيعطيها الكيرفز الحلوه اللي فيها. وكمان مثل كثير دانتيل استعملت، يعني حتى نوع الشك على الدانتيل تيبرزوا اكثر، تعطي هال 3 دي افكت حلو. والتوب اللي بستيها انت عملتيها مصممتيها؟ لا لا، هيدي هي لانه بتشبه شوي الستايل اللي عم نشوفه بالشو. الشك اعتمدتي مثل ما حكينا سناء، بس بطريقه هيك كثير خفيفه. ايه، على حتى الالوان بالشك ما كانت كثير الوان قويه، يعني تكون القطعه فيها الوان بارزه، بس الشك كثير رعب، يعني على طول الشك يكون يعني هيوز مثلا اوف بينك، بس البيل بينك. وحتى مثلا البلوز استعملت شوي على الكاتس، اشتغلت على الروفلز، اشتغلت انه القصات كمان غريبه. ايه، تكون يعني مش الفستان الكلاسيكي، لا شغله بالقصه. ايه، كمان مزبوط، لانه كمان القصات يعني فيها تكون ديفرنت اوريجينال، كمان مش ضروري بس الشك يكون هو اللي بيبرز القطعه. هيدا الودينج دريس او لا؟ لا، اخر شيء ما عملت فستان عرس. لا، عملت فستان يعني بين العرس وبين الكوكتيل دريس، يعني عملته هو اذا كفوليوم وشيب لعرس، بس اللي حطيتهم فيهم مثل بوكي دي فلور كان اكثر مثل شيء ترندي، انه هيك انه هذا الستايل انت بتحبيه للبرايد او للعروس. يعني انا بحب انه البرايد مش ضروري تتبع على طول السيل المعتمد، انه بدك تلبسي من فروم هيد تو تو برنسس كات. ايه مزبوط، لا فيك تفوتي على طول مثلا الوان، تحطي انت تزيدي يعني طبعك الخاص او بيرسوناليتي تبعك على الودينج دريس. وبفكر هيدا بكره حيكون ريفلكشن انا بعدين لإلك. يعني صح، يعني بتطلعي من كل شيء تقليدي. مزبوط، نرجع للي حكيناه بالاول سناء، انه بتتجرأي. ايه، يعني لازم مصمم يتجرأ حتى. مزبوط، لو القطعه يمكن شايفها ما رح ترضي كل الناس. ايه، مش على طول اصلا. انه ايه، في اذواق متعدده، يعني يمكن انت تحبي فستان معين اختك مثلا ما تحبه، او يمكن مثلا امك تحب فستان معين، يعني مش ضروري نكون كلنا عنا ذات الستيل. وشغله وحده كمان، على طول بحب انه العالم ما يكونوا مثل مثلا فولورز، يعني انا تنقول حتى بالترند تبعي بالكولكشن بحب فوت عده ستيل، لانه يعني بحب ارضي عده اذواق، وبحب العالم مثلا تلاقي حالها من كل الاعمار. التاتش الخاصه فيك كمان سناء، حضرتك مناصري الطبيعه والبيئه، كيف تعكسي هيدا الشيء على الاقمشه اللي بتستعمليهم، الالوان، الكولكشن، وبنفس الوقت الخبره عند الي صعب المصمم اللبناني العالمي، قد ايه استفدتي منها؟ الخبره عند الي صعب هو انه اتعلم الوقت والتنظيم، يعني مش ضروري ارسم 100 سكتشز تعرف اخر منهم اخر شيء اخذ 10. في دغري صرت احدد ستيلي اكثر، صرت اعرف شو اللي بحبه وشو ما بحبه، وهذا النظام يعني وقت تمشي فيه بالعكس بسهل لك الامور كثير. هلا من ناحيه الالوان مثلا، او يعني الستيل اللي تبعته او شو اللي بدي اقدمه، هو اكثر انه هويتي انا، يعني مثلا بدي ابتكر شيء، ولا مره اكون قلدت حدا معين، ولا مره اكون انه انا مثلا هذا الستيل صنائي بس اخذته من هذا الديزاينر. لا، يعني الديزاين بيستوحي الحال يعني من هالمصممين. مزبوط، بتستوحي، بس انت بتطوري فكرتك، بتطوري هويتك. صح. سناء، مين هيك بتطمحي هلا يكون اي ست ام صبيه تكون عم تلبس من الكولكشن تبعك؟ تحس بتشبهك شوي بالستايل على يعني صعيد العالمي او بلبنان؟ اذا بدك محلي، المحلي بحب سيلين عبد النور، بحب الفكر تبعها، والعالمي بحب تشارليز ديرون. اه صدقتني ضربت على العالي كثير. اصلا يور تايب هيك كمان، مثل الشقر والعيون. اسم الله عليك سناء، متشكر حضورك معنا سناء. دائما نحن ببيروت بندعم هالمواهب الجديده واللي بتستحق عن جد هذا الدعم، وبنشوف حالنا فيكم. اهلا وسهلا فيك، متشرفنا، كل التوفيق. دقيقة قليلة مع الإعلان وفاصل أخير لليوم ببرنامجنا، وبعد البريك رح نكون مع الصحافة المكتوبة وتحديدا مع مجلة لها، لنتعرف على أبوابها وكمان الغلاف للفنانة شيرين عبد الوهاب. تابعونا بعد البريك. وصلنا للقسم الأخير من برنامجنا ببيروت، وبصرنا نختم حلقتنا مع الصحافة المكتوبة ومجلة عربية عم تحقق الكثير من النجاحات، مجلة لها. واليوم بهالفقرة بنستضيف رئيس التحريرة هالة كوثراني. أهلا وسهلا فيكي هالة. أهلا فيكي.
منورة هلا. هلا مجلة لها بغنى عن التعريف، وكنا عم نحكي قبل الهوى هالمجلة يمكن من المجلات اللي ما بتستغني عنها بالفعل، قد ما ابوابها مميزة ومهمة. بس خبريني حضرتكم كفريق عمل وكرئيسة تحرير المجلة، كيف عم ترصدوا هالنجاح من سنة لسنة؟ شكرا كثير. أول شيء هذا الكلام كثير كثير بشجعنا. طبعا نحن كل اذا بدي احكي عن الفريق، هو عندنا بيتميز فريق لها يعني بانه في هيك روح العائله. بلشنا من تقريبا 14 سنه، في كثير منا بلشنا مع بعض. ستائر مرصعه بكريستال شوارفسكي من سيدار. عم تبحثي عن التميز؟ أشوف إنه نحنا عم نتطور. يعني الواحد لما بتعرف المجلة حققت من فترة لما كان أستاذ مطر الأحمدي رئيس تحرير نجاح كبير، بس ولا مرة حسينا إنه كان في جمود. عم ننتبع هذا الموضوع، عم نحاول على طول نغير إن بالشكل أو بال في تنوع بالموضوعات، بس طبعا ضمن مستوى معين نحن ملتزمين فيه، يعني ضمن اطار هو هويه لها يعني. فلما بنرصد هالنجاح اكيد بننبسط. وهلا عنا طرق جديدة فينا نواكب فيها انه نكون متفاعلين مع قراءنا من خلال الموقع طبعا والفيسبوك بيج والتويتر، وهلا صرنا هيك معجبين كثير اكثر. ستبتعرفي ردود فعل الناس بشكل مباشر، اي ابواب حابه تطرحوها، اي مواضيع. حلو السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي ساعد كثير. هلا عم تشغلنا كثير اكثر وعم نلهب بصراحه. بتحسي قريت على المجلة كصحافة مكتوبة مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا هلا في شيء كمان بحب اقوله، انه لها الايباد ابلكيشن هي طلعت الرقم واحد بالعالم العربي، يعني اكثر داونلودز لمجلة لها. بضلكم على اطلاع بكل شيء جديد، عناوين اخبار دغري بتنزل. بس يمكن عالميا بعتقد عندي هيدا وجهة النظر، يعني انه مش انه حسب ما عم نرصد، انه اكيد المواقع رح تأثر على البرنت، بس نحن عم نشتغل بلها انه لحتى نضلنا كمان بالصدارة بالمطبوعة. هلا كمان ذكرت نقطة كتير مهمة، اليوم المجلة انك تستمر لسنين طويلة وتضل محافظة على هالنجاح سنة عن سنة، وعم نحكي عن مجلة اسبوعية. هذا شيء صعب. قديش مثل ما ذكرت بتعتمدوا التجدد، وهالتجدد بيكون من ناحية المواضيع او من ناحية النجوم الغلاف اللي ممكن يكونوا، كيف بيتم اختيارهم؟ هالبحث الدائم والدراسات لدائما نقشوا على الافضل قديش بياخد؟ ايه طبعا. هلا على طول في بيكون مشروع ماشيين عليه، انه نحن على القليله على القليله سنويا لنقول الشكل بده يكون في تجديد، وهيدا عم نعتمده وملتزمين فيه. بس طبعا بالموضوعات بنحاول على طول انه نطرح كل الموضوعات اللي عم نلمس انه المجتمع، لنقول اذا قلنا تحيات اجتماعيه المجتمعات العربيه هلا شو الهاجس تبعها، لحتى نقدر انه نجذب القراء. طبعا هيدا هدفنا الاول. هلا وفي عندك بكل فئه بكل سكشن او قسم من المجله بنعتمد نفس السياسه، يعني طبعا انه بالفن بدك تشوفي هلا شو البرنامج الضارب، الفنان الضارب او الفنان نحن بنؤمن انه هو عنده مبدع، يعني كمان بنحب انه نضوي عليه. ناجح بمجاله، ناجح بمجاله بكل، يعني الفنان كان موسيقى تمثيل او حتى تصميم ازياء او فماشيين بهيدا الاتجاه. وحلو انه بنسال بعض، يعني انه وانا بعتبر انه عندنا فريق فيه كثير فيه كرياتيفيتي، يعني هيدا اللي مساعدني كثير. ف مشان هيك ماشيين على نفس الطريق. على نفس الطريق. الابواب الثابته اللي لها علاقه يمكن الموضه، الفن، المواضيع الاجتماعيه، هذا شيء ثابت بمجله لها ما بتتغير. يعني هي مجله لها، هي مجله اوكي اجتماعيه بس انه للمراه. طبعا في عندك جانب الموضه الازياء يلي عندنا، في شوتس انا بعتبر انه كثير 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 يعني بحبها، بحسها لوحات فنيه يعني، والمصورين بنعتز فيهم. في الحقيقات الاجتماعيه اللي كنا عم نحكي هلا انا وياك عنها، هي اكيد ثابته ومهمه بتعنينا كثير.
لانه اوكي انه الناس يمكن هلا ما بقى عم تقرا هالموضوعات اللي بدها تغوص بالعمق فيها، بس انه بده الواحد يعمل توازن. يعني كمان في مشاكل اجتماعيه ما بنقدر ما نطلع فيها، خاصه اللي بتخص المراه، نحن مجال للمراه، يعني في كوارث بدنا لو ما كنا بدنا نحلها ما رح نقدر، بس بدنا نطرحها، نسلط الضوء عليها، نسلط الضوء عليها. بتطرقوا لمواضيع الجريئه، يمكن غيركم ما تطرق لها بس بطريقه كثير راقيه، وبنفس الوقت انه تفيد القارئه او القارئ. نعم اي اكيد انه كمان ما فيك، نحن مجلة عربية كمان في شيء بيسموه الخصوصية العربية اللي بدنا نضلنا محافظين عليها. كمان في عندنا طبعا القسم الثابت اللي هو الناس وناس، اللي هو والمقابلات الفنية يلي قراء العرب كتير 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 بتهمهم. يعني أنا بس الحلو بالمقابلات الفنية ما بتنبشوا على السكوب هيك اللي ممكن يشوه بصورة هالفنان أو السكوب الخاطئ، يعني بتحس هاللقاء عم بيكون أو هالحوار من القلب للقلب مع هالفنان أو مع في مستوى بمثل. نحنا مستوى لها اللي هو هوية لها ومستواها، نحنا ما بنقدر أبدا يعني تلعب فيهم. يعني طبعا ما بنقدر، ما رح بعدين مش بحاجه نعمل هيدا الشيء، بيقدر الواحد يجذب بالرقي يعني وبيكون منطقي وباختيار كمان الفنانين او نجوم الغلاف. نعم اللي هلا كمان هالعدد الجديد نجمه الغلاف الفنانه والنجمه شيرين عبد الوهاب، هيدا اليوم نزل، والغلاف السابق كان ممثله ومقدمه البرامج وبرنامج جميله امي سياح، كان موفق كمان الغلاف. كثير حبيناه. بتختاروا النجوم الغلاف حسب قديش يعني اكيد، مثلا شيرين نجمة The Voice ومحبوبة وصورة حلوين وهيك نخشة مهضومة يعني إنه وطبعاً بيكون عنا حوار بنعتبر إنه نحن بيتميز عن باقي الحوارات. ايه أكيد. يعني رح نشوف شيرين غير ما نشوفها باللقاءات والمقابلات اللي جلت لها. مزبوط لأنه هيدا يعني المفروض إنه يكون الحوار الغلاف بيبقى شوي اوسع اشمل، بقى في حكي بيتناول الفن وبنفس الوقت شوي جانب الشخصي بيبقى متنوع اكثر. حلو. على كل شيء هيك بنضلنا على اطلاع، موضه شو دارج لهالسنه، وكمان الشق الفن الطبخ كمان موجود بمجله لها. هلا اليوم نزل عدد، انا بعدني عم نبش على اللقاء مع شيرين اليوم لانه بيكون اول شيء لقاء الغلاف بيبقى مش بالشق الفني بس بيكون اول شيء. مظبوط هيدي البدايه لقيناها. نعم بس احنا بلشنا بالاول لنشوف مثل القمر على فكره مبينه شيرين. هلا لازم نشوف كل عم بيتابعونا ياخذوا المجله ويشوفوا اللقاء المميز مع شيرين رح يكون. هلا خبريني، مثل ما قلتي حضرتكم فريق عمل كثير كبير، واليوم دائما لازم تكونوا على اطلاع. يعني مش كثير كبير بالنسبه لشو، لانه اسبوعي بس انه ايه فريق عمل متنوع. كل اسبوع عن اسبوع قديش مهم تضلكم على اطلاع بكل شيء جديد، وبنفس الوقت تشوفي غير مجلات شو طارحين مواضيع حتى ما يصير في نقاط تشابه بال مظبوط. لا العمل الاسبوعي مش سهل، يعني مش مثل مجله شهريه. من هيك لازم الواحد يضل كل يعني كل يوم كل يوم كل يوم على المواقع. على هلا نحن عندنا مجلات عدد مش كثير كبير من المجلات العربيه بصراحه اللي بنطلع عليها لحتى نشوف، لانه اذا بدنا نقارن حالنا بنلاقي حالنا وين، بنطلع بهن مجلتين او ثلاثه بس اللي هن منافسين. بخصوص الشكل اللي كمان كثير بهمنا الاخراج، يعني اللاي اوت والصوره، بتعرف هلا الصوره بهذا الزمن كثير مهمه، يعني بتلعب دور بتشد كمان. فاكيد بنطلع على مجالات اجنبيه كثير، بنحب نضلنا مواكبين شو عم بيصير بالتصوير بالالوان بالخطوط. مزبوط. رح نحكي عن الغلاف اكثر، قديش هو راقي وسمبل، يعني بسيط. نعم. منه كثير ما كثير فيه تكلف. بحب الباك جراوند البيضاء بس انه هيك بتبرز اكثر الفنان او الشخصيه. مزبوط. هلا اسمحي لنا ننتقل للزميل خلود، مثل العاده نحن يوميا لنتعرف على الفقرات الخاصه فيهم لليوم مباشره من بيروت الى السعوديه. معك خلود، تفضلي. يسعد مساكي ساشا ومسا ضيوفنا الكرام وضيوفكم طبعا ومسا كل من تابعنا. ساشا احنا عندنا اليوم مواضيع مختلفة ومتنوعة، حنتكلم في بداية فقراتنا ونسلط الضوء على مسابقة طموح ملك لمستقبل وطن. هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع المواطن على الإبداع في كافة المجالات. كمان عندنا فقرة ثانية وملف احنا فتحناه فيما سبق لكن لأهميته حنفتحه مرة ثانية، وهو ملف المباني الأثرية في السعودية وأخطاء الترميم.
طبعا دائما المهتمين في موضوع الموضة والأزياء لهم حظ وفير في سيدتي. هنسلط الضوء على معرض سحر المرأة العربية اللي تم في الرياض، وكمان حنتكلم على مشكلة، سؤال يمكن طرحناه على أنفسنا وأنا بطرحه عليك كمان يا ساشا، ليش عندنا دائما ملابس متكدسة في الدولاب وما نلبسها أبدا؟ إحنا من خلال هذا السؤال حنجاوب عليه إن شاء الله بحلقة سيدتي لهذا اليوم. بس أول شيء جاوبيني على السؤال. يعني أنا بقول لك شغلي يا خلود، من كترتهم منصير نضيع شو بدنا نختار. يمكن سوء اختيار القطعة بتبقى منعتيها هيك على عجلة، وكترت هالتياب ما بتخليك تعرفي تنتقي أو الانتقاء اللباس المناسب. فرح نتابع أكيد المزيد من الفقرة لنتعرف أكثر على النصائح رح تفيدونا فيها. أكيد أكيد، ونجاوب على هذا السؤال تحديدا لأن أنا كمان بسأل نفسي ليش في ملابس ما بلبسها موجودة في الدولاب. موفقين يا خلود بحلقتكم لليوم وهالمواضيع المميزة مثل العادة، ونحن متابعين بهالفقرة مع مجلة لها ومعك هلا تحديدا. كنا عم نحكي عن الغلاف، كتير كتير سمبل أكيد اللي دايما بتعتمدوه بالفعل حتى نحط الفنان بالصورة أكتر. الملفت هلا إلى جانب مجلة لها، ننتقل لهالا الإنسان يعني إلى جانب الصحافي إلى الأدب. ورواية خاصة فيك هلأ بعنوان كاريزما، خبريني هلأ عن هالرواية أكثر. هذه رواية الرابعة كاريزما. هذه الرواية كتير يعني بحس أنه هلأ كأنه مع أنه كتبت ثلاثة قبلها وكتير بحبهم، بس هذه كتير بتعني لي. بحس أنه هلأ مقتنعة تماما أنه الطريق اللي اخترته اللي هو فيه كتير بحث تاريخي، يعني بحس أنه حطيت فيه كتير من حالي ومقتنعة كتير 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 بالموضوع. ما بعرف، ما فينا أحكي لك القصة لأنه شوي فيها مصائر ثلاث نسوين هن بيجتمعوا بهالكتاب. رحت فيها شوي على التاريخ، على شعرة لفتتني واستعملتها، هي كانت موجودة يعني أنه ريت عنها بكتب شبه تاريخية لنقول، واعتمدتها كشخصية روائية وعلى أساس وجودها بنات الحبكة اللي هي تماما خيالية. هي شوي فيك تقولي رواية نسوية، يعني أنه شوي بيضوي على أنه هالشاعرة اللي توفت سنة انقتلت 1852 كانت عم بتطالب بشي بعدنا لهلأ في كتير نساء عم يطالبوا فيه. حلو. بتعرفي هلا عم نلاحظ هلا يمكن بهالفتره كل السيدات او المراه تحديدا، ان كانت كاتبه ان كانت صحفيه ان كانت مجال الاعلام، بكل المجالات صارت عم تدعم المراه. أي طبعا بالفعل قديش نحن بحاجه يمكن لها النقطه. لازم هي يعني سائبه لانه هي الشاعرة وفي مع الاثنين كاركترز نسوين، بس كمان هو في هذا الحديث عن في فكره انه التغيير، انه هل اللي بيسعوا للتغيير بهذا العالم مصيرهم شو بيصير، انه نحن بحاجه لانه نحن بزمن عم يحاول فيه نغير يعني بالثورات اللي صارت وكل الأحداث اللي صارت، بس بنفس الوقت رحنا على محلات معتمة أكتر. للأسف الرواية شوي بهالمحل بتفرجي أنه ما بعرف لك أنت كتير حاسة بعتمة فيها بالآخر، يعني أنه بس في هاي فكرة أنه هل منجرؤ على التغيير أو لا. دايما في فسحة أمل طبعا بضل في موجودة بآخر رواية. بآخر رواية لأنه حلو دايما موجودة فسحة الأمل. إيه طبعا مميز وحلو كمان نشوف مثل ما ذكرنا المرأة عم تدعم المرأة. إيه طبعا. ودايما نحن برنامجنا ببيروت نسلط الضوء على كل هالقضايا بالفعل اللي بتفيد كل امرأة عربية. إيه عم بتتابعنا، ومجلة لها كمان بتتوجه إيه للمرأة العربية. وإن شاء الله كمان هالعدد الجديد اليوم نزل لاقي النجاح هلا. شكرا. أكيد رح نرجع نشوف الكفر نحن على الشاشة. هلا كلمة أخيرة قبل ما نختم لقائنا معك ومع مجلة لها. تابعوا لها بتستاهل. نحن يعني عم نحاول قد ما فينا انه نضلنا بالمستوى اللي وصلنا له وان شاء الله اكثر، وشكرا كثير على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك هلا كوثراني، شكر كثير كبير لك ولحضورك معنا لليوم. موفقين بهالعدد وان شاء الله دائما بتضلكم بهالتالق والنجاح. ميرسي. موفقين. شكرا. لهون بنكون وصلنا لختام لقائنا، موعدنا بيتجدد معكم بكره بنفس الموعد وسوا على الموعد برنامجنا ببيروت. بتمنى لكم امتع الاوقات برفقة برامجنا على شاشة الـ بي سي. بشوفكم بكرة، تضلكم بألف خير ومع السلامة.